السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير واموركم كلها بخير، والجراحة ماشية على افضل ما يكون، والنساء كمان ماشية على افضل ما يكون، وربنا يكرمكم ويوفقكم ويعدي الازمة دي على خير، ونشوفكم في افضل حال ان شاء الله في سنة الامتياز. طبعا امبارح معلش كان في شوية لخبطة كده، كان ما بين ان انا عندي شغل واشتغل ما نشتغلش نشتغل ما نشتغلش، فما يعني كانت الدنيا مش منتظمة كويس. فانا هعتبر الربع ساعة اللي شرحتها امبارح ما شرحتهاش. احنا كنا وقفنا عند الانترودكشن بتاع الدايفراجماتيك هيرنيز، وشرحت الدايفراجم والاناتومي بتاع الدايفراجم والفتحات بتاعه الدايفراجم وكل ما له علاقه بالدايفراجم. مفيش حد هيتسال في الاناتومي بتاع الدايفراجم اكتر من كده في اي امتحان في العالم. طيب قلت الدايفراجماتيك هيرنيز انواع كتير، قلت في حاجات كونجينيتال وفي حاجات اكوارد، ومسكت بدات بالكونجينيتال. قلت هيرني اوف بوكدالك وشرحتها بالتفصيل، هيرني اوف مورجاجني شرحتها بالتفصيل، قلت في اتنين هيرنيا اي كلام ما بنشوفهمش بس هو مكتوبين، ايفنتريشن اوف دايفراجم انها تبقى فايبرس تيشو ويحصل فيه بلج ليتر اون ان لايف على سن الاربعين سنه والخمسين سنه، والعام ما بيشتكيش غير من ماينور سيمتومز وما بنعملهاش حاجه. وفي هيرنيا سروزا سنترال تندون ودي فيري رير وعمرنا ما شفناها ولا حد يعرف عنها اي حاجه ولا ليها اي انترفينشن اصلا. وقلت ان الاربعه دول على بعض كلهم لا يتعدوا كونهم 1% فقط من الدايفراجماتيك هيرنيس كلها. كل العك اللي انت بتعك فيه يا دكتور دول الاربعه دول، ومورجاجني وبوكدالك وماجندي وسنترال وايفنتريشن 1%. يعني لو عايزين نشطب عليهم وننساهم وما نذاكرهمش مش هنشوفهم في حياتنا، مش هتشوفهم، بس لو عايز تعرفهم يكون افضل. طيب امال مين ال 99% فتحه الهياتس بتاعه الاسوفجس؟ طب ما في فتحات تانية يا دكتور، في اورده وفي انفيرو فيناكيفا، ما قلنا الاورده في الميد لاين وراه سباين وقدامه اركويت ليجمنت، ما فيش اي فرصه ان يجي فيه هرنيا في الفتحه دي. طب الفتحه بتاعه الانفيرو فيناكيفا دي فوق خالص عند الليفل بتاع تي 8، دي في الشيست وفي الابونيروتيك بارت بتاع الدايفراجم، وفي مين تحته؟ في كبد يا جماعه، مش هيسمح لاي اورجان من الابدومن يخط ويطلع ويقول اصله في فتحه بتاعه الانفيرو فيناكيفا تعالى نطلع جنبه. وان طلع حد الانفيرو فيناكيفا مش هيديله فرصه، هو على طول انجورجد ذس بلاد عشان خاضر يشفط الدم من كل لور ليمبو الابدومن عشان يوديه على الهارت، مش هيسيب مساحه جنبه اصلا حاجه تعدي فيها. يعني من الاخر الفتحه الضايعه الضعيفه، نقطه الضعف بتاعه الجي اي تي كلها في الاسوفاجس، كل المشاكل واللبش ريليتد للاسوفاجس، وبالتالي فتحه الاسوفاجس 99% من الدايفراجماتيك هيرنيا فيها في فتحة الأسوفيجس، اسمها هياتال هيرنيا. طيب الهياتال هيرنيا دي نوعين، إما إن الهيرنيا تكون عبارة عن استومك ضالعة جنب الأسوفيجس وحشرة، ودي اسمها رولينج بارا أسوفيجيال، ما أنا أقولك استومك فاندس ضلعت جنب الأسوفيجس وزنقته حشرته، وبالتالي قلنا بارا اوسوفجيال يعني جنب الاسوفجس ورولينج ليه، لان الاستومك بتفضل تلف حوالين الاسوفجس زي التعبان لحد ما تخنقه. دي مصيبه يا دكتور، دي مشكله كده الرولينج بارا اوسوفجيال هيرني. طبعا مشكله دي ايمرجنس، ده ساعات الفيرست بريزنتيشن بتاع العيان سيفير ديسفاجيا وريسبيراتوري ديستريس وشست بين، ونعمل الاكس راي ونعمل الانفستيجيشنز نلاقيها سترانجوليتد فاندس اوف استومك في الشست حوالين الاسوفجس وخنق الاسوفجس رولينج بارا اسوفجيال هيرنيا. طب ايه الكوز بتاعها؟ ايه البي دي اف؟ وايد هياتس اوبننج. ايه البريسيبيتيتنج فاكتور؟ البي بي تي. لاقي هيرنيا انكريس في الانترا ابدومينال بريشر، زق الفاندس فوق اتحشرت جنب الاسوفجس والفتحه ضاقت لما الفاندس دخلت. الفاندس دي يا باشا دي حته كبيره ومليانه اكل، والعيان هو نايم هي اللي ديبندنت فيها الاكل. تخيل الاستومك الفاندس طلعت فوق بالاكل اللي فيها، ده مش هيتعسر الاسوفجس، ده هيموت. طيب في حته فنيه بقى في الحته دي، العيان بتاع الرولينج بارا اوسوفجيال هياتس هيرني عنده ريفلكس، عنده ريفلكس اوسوفجايتس، الاتش سي ال بتاع الاستومك داخل في الاسوفجس. اسوفجس مين ده؟ الاسوفجس مقفول يا دكتور، دي الاستومك خانق الاسوفجس، مفيش اي فرصه للريفلكس. دي الانجل اوف هيس اللي ما بين الاسوفجس والفاندس بتاعه الاستومك زادت، يعني الاسوفجس اتعصر عليه اكتر من الاول. طب خلاص بقى، يبقى تعالى هنا يا دكتور ضرامة، هتكلمنا بقى على الانجل اوف هيس والاستومك زنقت على الاسوفيجس ومفيش ريفلكس اسوفيجايت خالص، المشكله كلها هارت بيرن وديسفيجيا لان الاسوفيجس مقفول. كلمني عن
الفسيولوجي اوف ذا كارديو اسوفجيال جانكشن، ايه البروتكتيف ميكانيزمز اللي خلقها ربنا تو جارد اجينست ريفلكس اسوفجايتس. لان انت قلت ان اهم المواضيع في الاسوفجس واهم من الدافراجماتيك هيرنيا اللي انا ابتديت بيها دي عشان الين بيها هو موضوع الريفلكس اسوفجايتس، هو المين بالك بتاع حصه النهارده، وانا بمهد له ليومين بالدافراجم والمش عارف ايه. اخر نقطه في التمهيد ليه ايه البروتكتيف ميكانيزمز اللي خلقها ربنا عشان الاسوفجس الضعيف ده ما يرجعش الاتش سي ال بتاع الاستومك عليه ويكويه. خمسه، زي ما قلت في خمسه بروتكتيف ميكانيزمز في الهيرنيا، لو تفتكروهم الشاتر ميكانيزم والتريبل ريليشن والاوبليكيتي اوف ذا كانال والارشنج فايبرز والاوريجن بتاعهم والانسيرشن بتاعهم والابنروزس بتاعه الاكسترنال اوبليك والكونتراكشن بتاع الانترنال والترانزفيرسس. خمسه ميكانيزمز تو جارد اجينست حدوث الهيرنيا، في خمسة ميكانيزم تو جارد اجينست ريفلكس اسوفجايتس. رقم واحد ان اللور 4 سنتيمتر اوف ذا اسوفجس انترا ابدومينال، منطقة ذات ضغط عالي وبالتالي تو جارد اجينست ريفلكس. البريشر العالي اللي في الابدومين بيعصر على الاسوفجس الاربعة سنتيمتر، عارف بالظبط لو انبوبة طرية وانت جيت تعمل بريشر عليها من بره هتطبق بالظبط. الابدومينال كافيتي فيها بريشر عالي بيضغط على الاسوفجس بيقفله وبالتالي بيزود البوسيبيليتي اوف ريفلكس. ده رقم واحد. رقم اتنين فتحة الاسوفجس نفسها الهياتس في الفليشي بارت اوف ذا دايفراجم، يعني مع كل نفس الدايفراجم بتعض على الاسوفجس، هي دي معنى كلمة بنش كوك، بتخنقه. طيب بنش كوك يعني ايه؟ تخنق، بتخنق الاسوفجس مع كل نفس، مع كل كونتراكشن للدايفراجم بتخنقه. كماشة زرادية، اي حاجة من الحاجات الاجريسيف اللي بتقفل اللي لما تحط صباعك جواه يتقطع، دي معنى كلمة بنش كوك. يبقى رقم واحد ان الاربعة سنتي اللي تحت من الاسوفجس انترا ابدومينال، رقم اتنين البنش كوك بتاع الهيئة الاوبنينج اللي هي في الفليشي بارت بتاع الدايفراج، رقم تلاتة الانجل اوف هيس ان نزلة الاسوفجس في الابدومين الاستومك مش كونتينيوتي ليه ولا جاست دايلاتيشن، ده دايلاتيشن وضال على الفوق. حتى لما تلاحظوا ان احنا لما بنرسم الاسوفجس والاستومك ترسم الفندس بتاعت الاستومك بترجع لفوق تاني، في انجل ما بين اللور اسوفجس والاستومك زاوية حادة لا تتعدى 45 درجة من 30 ل 45. كل ما ال 45 دي توسع كل ما البوسيبيليتي اوف ريفلكس تزيد. ما انا قلت لك الموست ديبندنت بارت في الاستومك الفندس، اذا لما تبقى الفندس عامله زاويه قايمه مع الاسوفجس، اذا الكونتينس اللي جوه الفندس الزاويه بينها ما بين الاسوفجس قايمه، لا يمكن هتعدي وترجع في الاسوفجس. الانجل دي وصفها عالم اسمه هيس اتش اي اس اس، قال دي الانجل اوف هيس. طول ما الانجل دي اكيوت انجل يعني زاويه حاده مفيش بوسيبيليتي اوف ريفلكس اسوفجايتس، كل ما الانجل دي توسع تقرب انها تبقى رايت انجل زاوية 90، ويا سلام بقى لو اوبتيوز خربت خالص، ده بيجي الاستومك ان كونتينيوتي مع الاسوفجس، الاتش سي ال يلعب بقى طالع نازل طالع نازل طالع نازل. طيب الرولينج بار اسوفجيال ده الانجل مش بقت اكيوت، ده الفاندس بتاعت الاستومك عصرت الاسوفجس، في ريفلكس هنا؟ مش فيش ريفلكس نهائيا، نو ريفلكس. والحته دي محل اسئله كتير، انها في الكونجينيتال بار اسوفجيال هياتس هيرنيا الاكيوت انجل بتاعتها بتزيد ممكن توصل 15، وبالتالي مفيش بوسيبيليتي اوف ريفلكس نهائيا، لدرجه ان الاستومك بتعصر الاسوفجس بتعمل سترانجوليشن. والرولينج بار اسوفجيال هيرنيا دي العيان مش بيستحمل المانيفستيشنز، يعني حتى لو جه الكتيف ديسفيجيا وهارت بين بيقول لك اعمل العمليه هموت، انا مش قادر ابلع اي حاجه يا دكتور، لا ميه ولا اكل ولا شرب ولا اي مفيش، صدري في الحته دي ويشاور لك على الكارد اسوفجيال جانكشن الاسوفجو جاستريك جانكشن هموت يا دكتور بلاش مش هستحمل اعمل لي عمليه. اذا دي مفيش اي رول فيها للكونزرفيشن ايمرجنسي. طب بتيجي امتى؟ الله اعلم. الديفكت كونجينيتال الاستومك على اللونج تيرم مع الانكريز في الانترا ابدومينال بريشر على مدار الحياه، على سن 30 على سن 20 على سن 40 على سن 50 تطلع، مجرد ما تطلع اسبوع 10 ايام اسبوعين بالكثير هتلاقي العيان حياته اتقلبت جحيم، هيجي لك يجري تعمل الانفستيجيشنز اللي هقول عليها دلوقتي، تشخص خش عمليات. طب من رحمة ربنا احنا قلنا الدايفراجماتيك هيرنياس 99% منها في الهياتس، ودي اول واحدة في الهياتس، دي الاقل حدوثا في الهياتال هيرنيا، عشان دي من رحمة ربنا لانها مشكلة ومصيبة ومحتاجة جراحة. والجراحة احنا لسه هنتكلم عن السيرجري اوف ذا اسوفجس، دي قصة تاني خالص. مبدئيا عايز جراح
محترم ويل تريند كواليفايد، التخصص بتاع الاسوفجيال سيرجري ده من اصعب التخصصات في جنرال سيرجري، وهتلاقوا عددهم قليل جدا بالذات في الصعيد كله، ده منتشرين بحر في الصعيد واحد ولا اتنين على مستوى الصعيد كله. عمليات صعبه والديسكشن فيها صعب، والاسوفجاس تلتينه في الشيست وشويه في الرقبه وحته صغيره بس اللي في البطن الأربعة سنتي، والمانيبيوليشنز فيه ريليتد للفيجاس يمينه وشماله. طيب ماشي، يعني انت عايز تقول ان رولينج بار اسوفجيال دي ايمرجنسي وسيفير ديسفيجيا وهارت بيرن والريتيشن للديافراجم، هيك كف هيك كف هيك كف على طول، فاكرين السبفرينك ابسس كنا بنقول هيك كف هيك كف هيك كف، اول ما يجي سيره الديافراجم حطه في الانفستيجيشنز على طول هيك كف. والكومبليكيشنز حدث ولا حرج، لو الستومك دي فرجعت في الشيست، انت خلاص عدت من فتحه الديافراجم يعني طلعت فوق الديافراجم في الشيست، ميدياستاينايتس. لو الستومك دي بقت سترانجوليتد جانجرين ونكروزز وتوكسيميا وسبتسيميا، فين جنب اللامج والهارت والميدياستاينم؟ الميدياستاينايتس دي فيتال، اللي بيدخل في ايفيدنت ميدياستاينايتس مش بيعدي، ايفيدنت ميدياستاينايتس فيتال 100%. زي ما كنا بنقول لكم زمان اسبيريشن نيمونيا اتش سي ال وراح على اللنج فيتال 100%. طيب يعني مشكله تشخصها ازاي؟ في التشخيص العادي اللي هو الهلس اللي كانوا بيعملوه زمان ايام سنه 1920 و1900، اكس راي عادي ويقول لك اصل انا الفندس اير بابلز اللي متوقع اشوفها تحت الديافراجم شفتها فوق الديافراجم. طب افرض الاكس راي الكواليتي بتاعته وحشه مش باينه، الفندس ما فيهاش جازز في الفتره دي، مش هتبان حاجه. لكن هيك تبقوا عارفين ان انا ممكن اشخصها، ممكن في الاماكن النائيه اللي ما فيهاش اي ضب تعمل اكس راي وتدور على الفندس اير بابلز تلاقيها فوق الديافراجم مش تحتها. طيب امال الدياجنوزز الشور؟ باريوم شرب العين صبغه، باريوم سوالو، سوالو يعني بلعه، بلع العيان برد صبغه تمشي في الاسوفجس كله وتنزل في الاستومك، بعدين ادي العيان تريند لمبرج بوزيشن، اقلب العيان هات راسه تحت ورجليه فوق. مين الصبغه كلها هتروح فين؟ في الموست ديبندنت بارت بتاع الاستومك اللي هي مين؟ الفندس. وصور خد فيلم الاكس راي هي والصبغه موجوده، هتلاقي الفندس جنب الاسوفجس والصبغه جواها لونها ابيض وحلوه وشيك وجميله، دياجنوزز 100%. خلاص يعني الموضوع سهل، باريوم سوالو الاول باخد فيلم عادي، ممكن الاقي الديافراجم الفتحه بتاعه الهياتس واسعه شويه وحته من الفندس داخله، اول ما اقلب العين تريند لمبرج الاقي الفندس كلها جنب الاسوفجس. خلص حته تاني فنيه، الاسوفجو جاستريك جانكشن الانجل اوف هيس هتلاقيها اكيوت ولا اوبتيوز؟ اكيوت طبعا يا دكتور، زاويه حاده وليست زاويه منفرجه، لان احنا اتفقنا ان الكونجنيتال رولينج بارا اسوفجيال هيرنيا دي هيتس هيرنيا دي بتحافظ على الانجل اوف هيس دي بتزودها. طب التريتمنت، الحق العيان بقى قبل ما الاسوفك تبقى جانجرينس وتبقى نكروزز وتعمل ميدياستاينايتس، شد الاستومك تحت وبعدين ضيق الديافراجم رجعها تايت على الاسوفجس. طيب مش عليكم ديتيلز اكتر من كده، يعني ما حدش يحاول يدور في ديتيلز في العمليه دي، انت كفايه تعرف نقطتين، هرجع الاستومك ريدكشن اوف ذا كونتينتس وكلوجر اوف ذا ديفكت، طبعا مش كلوجر اوف ذا ديفكت، ناروينج. فاكرين في الاوبليك انجوينال هيرنيا انا كنت ما كنتش اقدر اقفل الانترنال رينج الديفكت، كنت بعمله جاست ناروينج، وقلنا ان الناروينج الافضل فروم ميديال عشان تخليها تروح لاترال عشان تزود الاوبليكتي بتاعه الكنال، وقلنا ميديال للانترنال رينج كان في الانفيريور بيجاستريك فيسل وريسكي عشان كده كان في جراحين يضحك على نفسه ويسهل الامور على نفسه يعمل الناروينج منين؟ من لاترال، يقول لك حته امان، بس هو كده بيقلل الاوبليكتي بتاعه الكنال، يقول لك بس ابعد عن الانفيريور بيجاستريك والنزيف بتاعه والرزاله بتاعته. نفس الكلام انت هنا بعد ما بترجع الكونتينتس الساك بالاستومك خلاص عايز تعمل كلوجر ذا ديفكت، بس انت مش هتقدر تقفل الهايتس وبالتالي تعملها جاست ناروينج بحيث تبقى تايت على الاسوفجس. طيب احنا اتفقنا ان الرولينج بار اسوفجيال دي النسبه الاقل في الهايتال هيرنياس، امال مين النسبه الاكبر في الهايتال هيرنياس؟ سلايدنج تايب، سلايدنج هايتس هيرنيا. اول ما تيجي الاول موضوع مهم هو السلايدنج هايتس هيرنيا ده عليه كونتروفيرسي، يعني ايه يا دكتور؟ الكوز اللي خلى السلايدنج هايتس هيرنيا تحصل ايه؟ ايوه مش وايد دايفراج اوبننج، مش الدايفراجماتيك اوبننج واسعه كونجينيتال ديفكت زيها زي الرولينج بار اسوفجيال، لا هنا بقى الكلام اختلف، قال لك ما هي لو واسعه
الهيئة الأوبرينج كانت الاستومك هتطلع وتعمل الرولينج بار أسفجيال، يعني دي ايه ضيقة؟ لا دي أفريج هيئتس، يعني مفيش كونجينيتال بروبلم اهو. طيب امال ايه اللي حصل؟ الكونجينيتال بروبلم في الأسفجس شورت، مش 25 22 23 كونجينيتال شورتنينج اوف ذا أسفجس، اه هو منبع المصيبة الأسفجس. طب ايه الشورتنينج بتاعه عمل ايه؟ شد على المعدة، ما الأسفجس فيكسد، السيرفايكال بارت والثوراسيك بارت فيكسد مش ماليبل للأسفجس زي ما انت فاكر. اما مين اللي ماليبل؟ الموبايل وحلوة وزنز ابدومين وانترابريتونيال وكفرد كومبليتلي باي بريتونيوم وبتتحرك في الابدومين كلها الاستومك، وبالتالي لما الأسفجس يبقى شورت مين اللي هيروح لفوق؟ المعدة. اوبا باظت الانجل اوف هيس، بدل ما كانت الفاندس عامله انجل جنب الأسفجس دي اتفردت، ده بقت كانها انبوبه واحده واصبحت الفانجس الفاندس كونتينيويشن الأسفجس بس دايليتد شويه، ما مفيش انجل، بقت اوبتيوز او تكاد تكون ان وان لاين مع بعض. وان لاين خلاص يا دكتور، ده الملوخيه والسلطه والشوربه تنزل وتروح راجعه. العيانين بتوع السلايدنج هيتا سيرني ده هو بياكل، لو مدد ورجع بظهره شويه لورا يحس الاتش سي ال بالاكل رجع، ما مفيش انجل، لوست انجل اوف هيس. اذا المين manifestations of sliding hiatus hernia is reflux esophagitis. ما خلاص باظت الدنيا. طيب دي اول سيوري. السيوري الثانيه قال لك لا يا عم، الاسوفجس سليم، طوله مناسب والفتحه سليمه، المشكله في مين؟ precipitating factor زن زياده عن اللزوم جوه الابدومن، increase في الانترا ابدومينال بريشر، كرونيك increase في الانترا ابدومينال بريشر، obesity، ريبيتيتيف بريجننسي، الستات اللي بتلبس الكورسيه عشان جسمها يبقى ممشوق القوام في السهرات وفي المناسبات وفي الحفلات وفي الافراح. ايه مشكله الكورسيه؟ كومبريشن، كومبريشن على الابدومين، هتصرف على مين؟ على فوق. الدايفراجم كلها قويه، اضعف حته فيها مين؟ فتحه الاسوفجس، صاحبنا الاسوفجس. خلاص الاسومك هنا بقى هي اللي زقت على الاسوفجس لفوق، اتاخد يا اخي شويه لفوق كده، خدني معاك، ما البطن مش محتمله نتيجه الاوبيزيتي ونتيجة الانكريس في الانترا ابدومينال بريشر والريبيتيتيف بريجننسي وكمان الكورسيه. يعني دي اكوايرد بقى، الكلام هنا اكوايرد، ما فيش حاجه كونجينيتال. انت في السيوري الاولانيه قلت كونجينيتال ناروينج او شورتنينج اوف ذا اسوفيجاس، في السيوري دي اكوايرد. اه طبعا ما انا مش كنت مديك برضو اوبليك انجوينال هيرنيا في نسبه ضعيفه منها اكوايرد، ما فيش بروسيسس فاجينالس عادي اوبليتريتد وعامل زي الفيستيج وزي الفل والاناتومي نورمال وزي الفل وكله تمام، بس مع الحزق وعباء الحياه والكرونيك انكريس في الانترا ابدومينال بريشر والبروستاتيزم والستريننج ابتدى البريتونيوم يعمل بلج جوه السبرماتيك كورد جوه الانترنال رينج، ده اكوايرد بلج، وسميتها ساعتها اي بي اس اكوايرد بلشن ساك، وقلت انها فيري 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 رير، نص في المية بس من حالات الاوبليك انجوينال هيرن. اذا الاوبليك انجوينال هيرن 99.5% كونجينيتال بروبلم، ممكن تبان على سن سنه او 20 او 30 او 50 او 90 بس كونجينيتال، ونص في المية بس العيان سليم ما فيهوش حاجه، بس نتيجه البريسيبيتيتنج فاكتور بس والزن بتاعه عمل اكوايرد بالشن ساك. السيوري الثانيه هنا بتاعه الاسوفاجس ان في كرونيك انكريز في الانترا ابدومينال بريشر مع لبس الكورسيه خلى السمك زقت الاسوفاجس لفوق وطلعت، وبالتالي برضه اتفردت الانجل اوف هيس وحصل الريفلكس مانيفيستيشنز والريفلكس اسوفاجايتس. خد السيوري الثالثه بقى ميكس ما بين الاثنين، العيان اوريدي عنده الهايتس وايد، بس وايد حاجه بسيطه، ما دخلتش الفاندس كلها رولينج جنب الاسوفجس، ما عملتش الكونجينيتال رولينج بارا اسوفجيال هيرنيا، هي نارو حاجه بسيطه، وبالتالي كانت مستنيه مين؟ الكرونيك انكريز في الانترا ابدومينال بريشر عشان يزق الاسوفجس لفوق ويفرد الاستومك ويعمل سلايدنج هايتس هيرنيا. وهذه ما أدين بها لله السيوري دي. ليه؟ لأن أنا لما هاجي بعد شوية هقول لك الانسيدنس بتاع الهايتس هيرنيا سلايدنج كم في المية والرولينج بار أسفجيال كم في المية، مش هتصدق. كام يا دكتور؟ 45% سلايدنج، ماشي، و 25-30% ميكسد سلايدنج مع كونجينيتال رولينج بار أسفجيال، الاثنين مع بعض. فسرها لي، اقنعني، ما هو يا واسعه خالص وطلعت الفاندس عملت رولينج، يا بقى ضيقه او نورمال والانكريز في الانترا ابدومينال بريشر زقت الاستومك لفوق، ازاي الاثنين مع بعض؟ اهي
واسعه حاجه بسيطه، حته من الفندس طلعت مع الاسوفيجاس فوق رولينج، وفي نفس الوقت اتفردت نتيجه انها انكريز في الانترا ابدومينال بريشر، ميكس ما بين الاثنين. يعني الشغلانه كلها مينلي سلايدنج بس، او سلايدنج مع كونجينيتال، و10% 15% بس هم اللي ايه رولينج وحدها. وبالتالي السيوري بتاعت انها ميكس كونجينيتال ويك شويه، الهياتس ضعيفه شويه واسعه شويه، وزاد عليها الاكوايرد انكريز في الانترا ابدومينال بريشر، زق الاستومك مع الاسوفجاس عمل السلايدنج، زق الاستومك بالفندس وحشرت الاسوفجاس شويه عمل الميكس. اذا هذه السيوري بتاعت الميكس ما بين الكونجينيتال والاكوايرد احلى سيوري. طيب ماشي خلصنا كل ده، اسمه ايه الاتيولوجي اوف سلايدنج هياتس هيرنيا. وعلى فكره في سؤال خبيث يعني كان بيجي لنا في الماجستير وعليه كونتروفيرسي لحد دلوقتي، كلمنا عن الدايفراجماتيك هيرنياس، اروح انا مقسمهم كونجينيتال واكواير، واروح كاتب الكل في الكونجينيتال واجي اروح كاتب السلايدنج في الاكواير. يجي واحد من اعضاء التدريس، ليه يا حبيبي ما في ناس بتتولد عندها كونجينيتال ويكنس ونارو كونجينيتال وايد هياتس ويجيلها سلايدنج؟ مين قال لك ان كل اللي عندهم كونجينيتال وايد هياتس بيجيلهم رولينج برا اسوفجيال؟ ليه ما حطيتش الهياتس مع الكونجينيتال؟ حقك علي، واحد زميلي حضر الهياتس مع الكونجينيتال وكلهم اعتبرهم كونجينيتال، يروحوا ماسكين ويضحكوا على ايه ده، كل الهياتس هيرني اعتبرتها، كل الدايفراجماتيك هيرنيس كونجينيتال، ايه يا ابني ده؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ اذا كانوا العينين كلهم بنشوفهم على سن 50 سنه تقول لي كونجينيتال؟ يا دكتور ما ساعات بتكون كونجينيتال، ما ظهرتش ليه سنسيبيرس وما حصلتش ليه رولينج والعين جايب سلايدنج دلوقتي، ازاي تعتبر لي السلايدنج ده كونجينيتال؟ اذا الموضوع عليه كونتروفيرسي، وبالتالي تخليكم اذكياء جدا في كتابتها في النظري، تقول بعد ما تقول كل الكونجينيتال شويه بتوع العيال الصغيرين الاربعه وتضيف عليهم رولينج، وتقول السلايدنج ممكن تبقى بسبب كونجينيتال وايد هياتس اوبننج، وبالتالي ساعتها هتكون ميكسد سلايدنج على رولينج بارا اسوفجيال، او تكون الهياتس كويسه ونتيجه الكرونيك انكريس في الانترا ابدومينال بريشر تحصل السلايدنج بس، وكده انت تبقى مسكت العصايه من النص. لان زي ما قلنا الاسوفجاس ده يعني مليان كونتروفيرسي ومليان مشاكل ما بين العلماء، انا لو فتحت لكم المشاكل بتاع الاسوفجاس خدوا مشكله تاني. الابيسيليال لايننج بتاع الاسوفجاس عليه كونتروفيرسي ما بين التكست بوكس، اغلب التكست بوكس بتقول ان الاسوفجاس طول كله استراتيفايد سكويماس ابيسيليوم الا اخر سنتي، اللاين اوف جانكشن ما بين الاسوفجاس والاستومك استحى على عينه ان احنا داخلين على اسوميك استومك، راح غير اللايننج بتاعه وخلاه كولامنر زي المعده. دي غالبيه كتب التكست بوكس بتقول كده، انا مش مع الراي ده، انا مع التكست بوكس الاقليه اللي بيقولوا لا، الاسوفجاس كله زي الماوس في الابيسيليوم، نفس الفانكشنز بتاعت الماوس كابيتي ومحسوب عليه استراتيفايد سكويماس من الاول للاخر بس. طيب ليه رايي انا الاقوى رغم ان هو التكست بوكس اللي بتقول كده اقل شويه؟ الراي بتاعنا احنا بيفسر مشكله العيانين اللي بيجي لهم ادينو كارسينوما في اللور سيرد اسوفجاس. ادينو كارسينوما اللي هي كولامنر سيل كارسينوما، دي المفروض بتطلع في المعده والسمول انتستين، المفروض الاسوفجاس على كلامك سكويماس ابيسيليوم كله، يعني الكانسر في اللور سيرد سكويماس سيل كارسينوما. بس اغلب العيانين بتوع الكانسر لور سيرد اسوفجاس عندهم ايه؟ عندهم ريفلكس اسوفجايتس، ولسه هتكلم عليه، ده من المين ايتيولوجي بتاع الكانسر اسوفجاس. اذا خلاص اهو، هو عشان عنده ريفلكس اسوفجايتس، الريفلكس لما الاتش سي ال طلع من الاستومك على اللور اسوفجاس عمل ميتابليزيا، غير السكويماس ابيسيليوم العادي خالص بتاع الاسوفجاس خلاه كولامنر، ولما حصلت الميتابليزيا فتحت الباب للديسبليزيا وهي الكولامنر سيل كارسينوما. اذا لما اقول لك عيانين الريفلكس اسوفجايتس بيجي لهم ادينو كارسينوما في اللور اسوفجاس، تقول لي فعلا هو سكويماس ومع ريفلكس اتحول من سكويماس الى ادينو، وبالتالي جه فيه ادينو كارسينوما. امال الجماعه اللي بيقول لك بقى ده اللور 1 سنتي ولا اللور 2 سنتي دول كولامنر من الاول، بيقولوا طب حضرتك لما هو كولامنر من الاول ايه اللي جاب له الكولامنر سيل كارسينوما؟ يقول لك هو ما هو كولامنر حصل فيها مالجننت تشينجز عملت كولامنر سيل كارسينوما. اقول له ايه هي المالجننت تشينجز اللي عملت كولامنر من نفسه؟ الكولامنر ابيسيليا متجنن من نفسه عمل كولامنر سيل كارسينوما؟ يقول لك ايوه. يقول له طب وما فسرتش ليه فكره الريفلكس في العيانين دول؟ يقول لك ده ريفلكس بالصدفه، هو جاي معاهم ريفلكس.
لكن انا ماليش دعوه. هو اللور سنتيمتر او 2 سنتيمتر اسمه الزيت لاين، لاين عامل زي حرف الزيت زجزاج، لان الامسيليوم فيه زجزاج لاين. هو كده كولامنر، والماليجنانسي بتاعه كولامنر كله مأسوشيتد معاهم ريفلكس العيانين دول. اتش سي ال جاي من تحت، هو اللي حول السكويمس لكولامنر. يقول لك ما اعرفش، لا هو كولامنر وخلاص. عشان كده الصح، وانا رايي الراي الستاندرد، ان الاسوفجس قولا واحدا كله سكويمس، فيش حاجه اسمها زيت لاين غير وتكسف وما تكسفش، هو سكويمس. والناس اللي عندهم ريفلكس حصل ميتابليزيا من السكويمس الى كولامنر، وبالتالي الميتابليزيا هي اللي فتحت الباب للديسبليزيا وخلت الكولامنر ده بقى ايه، كولامنر سيل كارسينوما، والله اعلم. طيب السلايدنج هيتس هيرنيا الانجل اوف هيس لوست، وبالتالي ريفلكس اوسوفاجايتس. اديني بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعه الريفلكس اوسوفاجايتس. دكتور محمد رجب، دكتوره ساره صبري مختار، ويلكم بيكم. هو اصلا اتسمى ليه ريفلكس اوسوفاجايتس؟ لان هو المشكله الاساسيه انفلاميشن في الاسوفجس، اوسوفاجايتس. طب الاسوفاجايتس ده ان ذا فورم اوف ايه؟ اكتبها كده في ورقه وقلم عشان مش مكتوبه. رقم واحد هايبريميا وإديمة في الميوكوزا، دي اول مرحله من مراحل الريفلكس اوسوفاجايتس. المرحله الثانيه تبتدي تحصل ايروجنز للميوكوزا، ulcerations في الميوكوزا، هي دي اللي بتفتح الباب على مين؟ على الميتابليزيا، وهي دي اللي بتفتح الباب للكانسر. يبقى اول حاجه إديميا، إديمة هايبريميا وانفلاميشن وإديمة. رقم اثنين ايروجنز والسريشنز. رقم ثلاثة دخل على السبميوكوزا، ابتدي يعمل بليدنج، العيان ابتدي يحصل فيه هيماتيمسيز، ده واحد من الكوزز بتاعت الهيماتيمسيز الريفلكس اوسوفاجايتس. طيب رقم ثلاثة دخل على الماسكولوزا، الماسكولوزا في الاسوفاجس تو لايرز، انر سيركولار لاير. اول ما الانر سيركولار لاير دي الاتش سي ال يلهبها ويعمل فيها اوسوفاجايتس تضيق، تعمل ناروينج في الاسوفاجس، تبتدي تعمل الديسفيجيا، والعين يقول لك انا حاسس زي ما يكون في حلقه تحت في البلعوم قافله، رينج اسمها سكاتسجي رينج. المصل اللي الدايره داير ما يدور الانر سيركولار لير ده تبقى بتعمل زي الرينج، نارو رينج اسمها سكاتسجي رينج. طيب ده على مستوى السيركولار مصل لير، الانر سيركولار مصل لير عملت ناروينج وهي المسؤوله عن الديسفيجيا مع الريفلكس اوسوفاجايتس. الاوتر لونجيتودينال اللي بطول مش هتعمل ناروينج، امال هتعمل ايه؟ هتعمل شورتنينج، هتكش الانفلاميشن في الاوتر لونجيتودينال اللي يخليها تقصر، شورتنينج شورتنينج. بس 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 ده الكلام اختلف دلوقتي يا دكتور. انت عايز تقول لي ان الريفلكس اوسوفاجايتس على اللونج تيرم هيخلي العين يجيله هيتس هيرنيا؟ يعني الموضوع فيشس سيركل، الهياتس هيرنيا المين بريزنتيشن والباثولوجي بتاعها اوسوفاجايتس، والاوسوفاجايتس لاي سبب تاني على اللونج تيرم كل ما ياثر في الاسوفاجس هيعمل ايه؟ هيسحب الاستومك معاه لفوق، هيعمل هياتس هيرنيا سلايدنج تايب. يعني الاثنين اوفرلابنج مع بعض، ممكن البدايه تكون هياتس والمانيفيستيشنز بتاعتها ريفلكس اوسوفاجايتس، او البدايه تكون ريفلكس اوسوفاجايتس والنهايه سلايدنج هياتس هيرنيا. طيب ده الباثولوجي بتاع السلايدنج هياتس هيرنيا وريفلكس اوسوفاجايتس. لما اجي هكلمك بعد شويه عن تيرم اسمه جاسترو اوسوفاجيال ريفلكس ديزيز، الديزيزز اللي بتعمل ريفلكس من الاستومك على الاسوفاجس، اول واحده فيهم الهياتس هيرنيا اهو، بس هقول لك خمسه سته تاني، هقول لك اشرح الباثولوجي هتقول لي عادي. اول ليفل هايبريميا واديما في الميوكوزا، تاني ليفل السريشن وايروجن، تالت ليفل سكاتسكيرنج، رافع ليفل ستريكتشر الاسوفاجس، مش ستريكتشر اصلا ناروينج شورتنينج. سوري يا جماعه، الانر سيركولار لاير هي اللي هتعمل ستريكتشر وتعمل رينج، والاوتر لونجيتودينال هي اللي هتعمل شورتنينج. طيب ده الباثولوجي. كلينيكال بيكتشر بتاعت سلايدنج هياتس هيرنيا سهله، ايرلي هو لسه الموضوع بدري، لسه يا دوبك ابتدت الاستومك تزق الاسوفاجس وتطلع معاه فوق شويه، عادي minor manifestations او asymptomatic، بعد شويه typical manifestations of gastroesophageal reflux disease in the form of heartburn، حموه على فم المعده يا دكتور،
مع شرب السجاير ومع شرب القهوة ومع شرب النسكافيه ومع أي أكلة، حمو، ارتجاع. ده اسمه إيه؟ هارت بيرن. تاني حاجة ريجورجيتيشن، أنا حاسس بالحمض بيجري في المريء، حاسه بيرجع. عارف ال HCL هو بيطلع بيفور لفوق، يقول لك أنا حاسس بالفوران بتاع ال HCL، حاسس بالنار هي طالعة من المعدة على المريء، ده ريجورجيتيشن. خد عندك بقى في حاجة اسمها ووتر براش، ده العيان حاسس بال HCL في زوره من كتر الريجورجيتيشن، حاسس بال HCL في زوره. خد اللي بعدها، ال HCL من كتر ما رجع ورجع في زوري، دخل في زوري فعلا، دخل في اللارينكس، لارينجايتس ولارينجيا الإديمة، وريكارنت اتاكس اوف شيست انفكشن ونيمونيا نتيجة ال HCL اللي داخل فيها. طيب دي السيمتومز العادية، تبدأ بأسيمتوماتيك ثم ماينور سيمتومز ان ذا فورم اوف هارت بيرن، ديسفيجيا، ريجورجيتيشن، ثم ووتر براش، ثم اخر حاجة لارنجايتس واسبيريشن نيمونيا. دكتورة نور ويلكم بيك. طيب زود عليهم بقى الكومبليكيشنز اول ما الدنيا تخرب خالص، كومبليكيشن زي ما دي قلت اسبيريشن نيمونيا، لا زود هيماتيمسيز، ماسيف بليدنج وماسيف ايروجن هيماتيمسيز نتيجه الاريتيشن بتاع السبميوكوزا والفيسلز اللي ماشيه فيها. زود بقى المصيبه الكبيره الكانسر، مش احنا قلنا الاسوفجيال ريفلكس اسوفجايتس هو فتحه الباب للكانسر، بدايه الكانسر الباريت اسوفجس، تحول السكويماس ايبيثيليوم الى كولامنر ايبيثيليوم، الترم ده اسمه باريت اسوفجس. طيب هل البارت اسوفجس في حد ذاته معناه ان في سرطان؟ لا، تحول السكويماس الى كولامنر لسه ما دخلناش في السرطان. الكولامنر لما يبتدي يبقى اتيبيكال تشينجز عليه وفي ديسبليزيا خلاص، يعني البارت في حد ذاته مش كانسرس، لكن بري كانسرس هيؤدي المرحله اللي بعده. يعني زي ما اقول لك مراحل، اول حاجه السكويماس تحول الى كولامنر، دي البارت، بعد كده البارت حول الكولامنر الى ديسبلاستيك كولامنر مشوه، خلاص كده دخلنا في الكارسينوما انسايتو. بعد شويه الديسبليزيا اللي هي كارسينوما انسايتو تحولت الى انفيزيف نيوبليزيا، خلاص اكوايرد نيو فيزلز واصبحت اسمها نيوبليزيا تيومر. دي الكومبليكيشنز، النيمونيا والبليدنج والانيميا والبارت اسوفيجاس، وبعد شويه ايه الكانسر اسوفيجاس. طيب خد بقى الحته الجميله جدا دي، هاتها من المراره وشبكها هنا زي ما خدناها من هنا وشبكناها في المراره هناك، ترياد القديس، سنت ترياد، ثلاث حاجات ليهم نفس الحروف هيتس هيرني، المقصود بها هنا مين؟ سلايدنج تايب مع سي سي كرونيك كالكولار كولسيستايتس مع دي دي دايفيرتيكولار ديزيز اوف ذا كولون. يعني اي حاله مراره ادور على سنت ترياد فيها، اشوف هي فيها هيتس هيرنيا وفي ريفلكس اسوفجايتس مانيفيستيشنز ولا لا، وادور على الدايفيرتيكولوزيس ايوه، واي حاله هيتس هيرنيا ادور على المراره وادور على الدايفيرتيكولوزيس ايوه، لقيتهم ما لقيتهمش خلاص اديك عملت لهم اكسكلوجن. دي الكلينيكال بيكتشر بتاعه الريفلكس اسوفجايتس وبتاعه الهيتس هيرنيا زي بعض، والباثولوجي بتاع الريفلكس اسوفجايتس بتاع الهيتس هيرنيا زي بعض. طيب انفستيجيشنز، اكس راي فاشل ملوش اي لازمه مش هيبين اي حاجه، اذا كان الاكس راي بين الفندس الفندك اير بابلز في الرولينج بارا اسوفجيال عشان هي اتحشرت جنب الاسوفجس وما رجعتش وطلعت كلها الفندس لان الفتحه واسعه، طب هنا يا باشا الفندس كلها ما طلعتش، ده هي حته منها بزت مع الاسوفجس واتفردت انبوبه واحده هما الاثنين، هيبان فندك اير بابلز مفيش، يبقى هنا ما تجيبش سيره الاكس راي خالص. في السلايدنج هيتس هيرنيا ما تجيبليش سيره الاكس راي خالص، امال هتجيب لي ايه؟ باريوم طبعا، باريوم سوالو تملى بيه المعده، تملى بيه الاسوفجس ويملى المعده، وتصور الفيلم الاول هو العيان واقف مش هتبين حاجه، اقلب العيان تريندلنبرج تبص تلاقي بقى الاسوفجس رجع في الشيست والاستومك دخلت وراه، سلايدنج حصل لها سليبج اتزحلقت وراها على الشيست، والانجل تلاقيها ايه؟
لوست الانجل اوف هيس خلاص انتهى الموضوع. سلايدنج هياتس هيرنيا. طيب خدوا بقى الحته الادفانسد بتاعت الماجستير والدكتوراه. رجع العيان تاني نورمال. انت مش الاول خدته نورمال واقف او نايم سوباين بس يعني، وبعد ما خدت الفيلم هو نايم سوباين نزلت دماغه لتحت ورفعت رجليه لفوق اللي هو التريندلنبرج بوزيشن اللي هو الدياجنوستيك، شخصت سلايدنج هياتس هيرنيا. خلاص خلصنا؟ لا، رجع العيان سوباين تاني اسمه انتي تريندلنبرج، يعني عكست التريندلنبرج، رجعته للوضع الاولاني خالص، وخد الفيلم شوف المعده رجعت ولا ما رجعتش. لو رجعت يبقى ده مايلد فورم اوف سلايد، ضالعه نازله ما رجعتش، ده اسمه كومبايند ريفلكس، يعني ريفلكس في الحالتين، هو في التريندلنبرج وده هو وقاعد على حيله، هو واقف او هو ونايم، مش تريندلنبرج ده راسه مش تحت ده راسه فوق، برضه في ريفلكس. العيان ده لازم يعمل عمليه مش هيتحسن. الكومبايند ريفلكس ده الاجريسيف فورم من الريفلكس اسوفيجايتس والسلايدنج هياتس هيرنيا، وده هيدخل في الاسبيريشن نيمونيا قريب وهيدخل في الكانسر، ما تسيبوش ده، ده اسمه كومبايند ريفلكس. بعد ما شخصت طب رجع يلا بقى وريني كل حاجه رجعت، ايه ده، ده ما فيش حاجه رجعت زي ما هي قاعده الاستومك فوق، ده مصيبه اجريسيف فورم. اما لو رجعت هو في ريفلكس اسوفيجايتس وفي سلايدنج هياتس هيرنيا بس مايلد، العلاج يجيب معاه، ده ممكن تطول معاه في العلاج. طيب ماشي، في انفستيجيشنز تاني طبعا سي بي سي عشان نشوف الانيميا، ليفر فانكشنز كيدني فانكشن كواجريشن بروفايل شيست اكس راي سي جي عشان نشوف الهارت ايكو بس. لا زود بقى تاني، زود ايه؟ اندوسكوب. اندوسكوب ليه؟ ما انا شخصت خلاص الهياتس هيرنيا، عايز اشوف الهياتس هيرنيا عملت ايه في الاسوفجس، عايز اشوف الباثولوجي. مين اللي هيوريني الباثولوجي؟ الاندوسكوب اللي هشوف بعيني من جوه. احنا لسه في المرحلة الاولى بتاعة الاديمة والهايبريميا ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، دخلنا في المرحلة رقم اتنين اللي هي ايروجن والساريشن في الابيسيليوم ولا لا؟ رقم تلاتة، دخلنا على بارت اسوفيجاس هعرفه ازاي هاخد بايوبسي، اول ما هلاقي ايروجن والساريشن واديمة وريفلكس هاخد بايوبسي. لسه الدنيا سكويمس ولا ابتدت تتحول الى ايه؟ كولامنر يعني بارت. ويا سلام بقى لو خدت البيوبسي ولقيت كولامنر اتيبيكال تشينجز، دخلنا في كانسر اسوفجس. شوف قيمه المنظار، قيم الامور بتاعك الريفلكس اسوفجايتس جريد 1 ولا جريد 2 ولا جريد 3، خش بقى ابتدت تتكون الاستريكتشر والسكاتس جيرنج ولا لا؟ مش هتبان السكاتس جيرنج والنارونج بتاعها في الباريوم، لكن هتبان في الاندوسكوبي. رقم 4 الشورتنينج بتاع الاسوفجس هيبان في الاندوسكوب برضه. في طول انا وصلت عند الجاس الاسوفجيال جانكشن على 40 ده نورمال اسوفجس، وصلته على 35 ده اسوفجس قصير حصل فيه شورتنينج. اذا الباريوم يشخص والاندوسكوبي يشوف الكومبليكيشنز، احفظها كده. في الهياتس هيرنيا والريفلكس اسوفجايتس الباريوم يشخص الديزيز، والاندوسكوب يشخص الكومبليكيشنز بتاعه الديزيز والسيفيريتي بتاعته. هتقولي ما انا شخصت السيفيريتي بتاعه السلايدنج اهو بالانتي تريندلنبرج والريفيرزد، ماشي بس ما عرفتش عملت ايه في الاسوفجس. ماشي ما انا عرفت انها مايلد او مودريت او سيفير فورم اوف سلايدنج، عملت ايه في الاسوفجس؟ احنا في انهي مرحله في الاسوفجس؟ فاكرين الاسوفجيال فارسز في البورتال هايبرتنشن؟ انا ممكن اعمل باريوم اشخص الهاني كومب ابيرنس، وانا ما اجيبش سيرته خالص ساعتها عشان ما بيعملش دلوقتي، اشخص الهاني كومب ابيرنس بتاع الاسوفجيال فارسز. ايوه ماشي عرفت في فارسز، الفارسز دي جريد 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 وفيها البندنج رابشر عامله زي التعابين تورشوا السربنتاين وعامله ايروجن للميوكوزا والسبميوكوزا وخلاص البندنج رابشر ولا لا؟ ساكته في حالها الميوكوزا سليمه او جاست هايبريميا، يبقى جريد 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ما فيش حد بيحددها غير مين؟ الاندوسكوب. طيب يعني شخصت بالباريوم واكدت التشخيص بالاندوسكوب، عايز تستهبل بقى وتتفزلك اعمل 24 اور بي اتش متري، قيس البي اتش في اللور اسوفجس على مدار ال 24 ساعه. ايه فايدتها يا دكتور؟ ما هو العيان بيقول لك اهو عندي نار، عندي حرقان، عندي حموضه،
عندي ارتجاع. خلاص شخصت، خدني بس للاخر، اركب للعيان قسطره بلاستيك زي الرايل، وفي نهايتها سنسور للبي اتش، وسيب القسطره البلاستيك عند الصندي 39 او 40 عند الجاسترو اسوفيجيال جانكشن، يعني عند اللور اسوفيجاس بالظبط، والسنسور ده هيسجل البي اتش على مدار اليوم كله، قول ل 24 ساعه 6 6 ونص 7 7 ونص 6 8 5 4 12 15 7 على مدار ال 24 ساعه. وهات العيان قول له انا عايزك طول ال 24 ساعه دول اللي انا مركب لك فيهم القسطره البلاستيك دي والسنسور اللي جوه دي، كل ما تحس بالمانيفيستيشنز بتاعه الريفلكس، الهارت بيرن والديسفيجيا والريجورجيتيشن والووتر برش، اكتب الساعه بعد الاكل. حس الساعه 4، الساعه 4 حسيت، الساعه 5 حسيت، الساعه 8 حسيت، الساعه 9 حسيت، الساعه 30 حسيت. يجي تاني يوم الصبح خلاص سيبنا السنسور 24 ساعه، هروح ساحب الاسطره دي وساحب السنسور وحطه على الكمبيوتر، تعالى بقى وريني الورقه اللي انت جايبها، كان عندك ريفلكس الساعه 4 والساعه 6 والساعه 8 والساعه 10 والساعه 12. ماشي، افتح الجهاز بتاع الكمبيوتر واشوف البي اتش في الساعات دي. هل البي اتش في الساعات دي فعلا سيفير اسيدوزز من الاتش سي ال؟ لو لقيت سيفير اسيدوزز من الاتش سي ال، يعني مثلا البي اتش 6 6 ونص، خمسة أربعة، ده حموضة دي، ده معناها ان هو يعني في حمض هيدروكلوريك متفجر في الحتة اللي تحت دي، خلاص العيان ده فعلا كلامه صح، والعيان ده الريفلكس اللي عنده سيفير فورم اوف ريفلكس وعامل سيفير اسيدوزز وعامل مشكلة في اللور اسوفيجاس. طيب اما لو بقى لما جيت لقيت ان انا لما بقارن الساعات اللي هو كان بيحس فيها في الريفلكس والبي اتش، لقيت سبعة ونص، سبعة، سبعة واربعة من عشرة، تمانية، لم أخذ ليه. أولا المانفستيشنز اللي عنده دي مش تيبيكال ريفلكس، ده ممكن يكون أتيبيكال شيستبين، ممكن يكون ديسفيجيا لأي سبب في الأسوفجس مش نتيجة ريفلكس، ممكن يكون فيها سايكوجينيك إليمنت، ممكن يكون فيه مشكلة في الاستومك عنده بايلوريك سبازم، فالإتش سي إل والأكل عمل استيزيس في الاستومك فشغالة الاستومك تطلع إتش سي إل. مفيش، ما في ريفلكس بسيط بس الاتش سي ال كله في الاستومك، او على الاقل الريفلكس البسيط ما اثرش البي اتش بتاع الاسوفجس، الاسوفجس سليم. شوف الكرايتيريا اختلفت ازاي بقى في التعامل مع المريض. المريض الاولاني اللي هو فعلا في اسيدوزز 4 و5 و6، ده هاخده سيريس، ده هيديفلوب باريت وهيديفلوب كانسر. اما الثاني ياخد ميديكال بالجزمه، مش عاجبه مش هعمل اي حاجه، لو قال لي بموت، بتموت ايه؟ مفيش اسيدوزز في اللور اسوفجس اصلا، يعني اللور اسوفجس سليم، المشكله اللي عندك يا في الاستومك يا اما جاست انفلاميشن في الاسوفجس مش ريليتد للريفلكس، يعني الريفلكس مش هو اللي عامل الاسوفيجايتس، وبالتالي انا لا الوم على الاتش سي ال. ده برضو فرق معايا في الانفستيجيشنز. اذا القصه مش قصه دياجنوزس بس، اعمل باريوم واه انتي تريندلنبرج وتريندلنبرج، شايف الهيتس هيرنيا خلصنا، ماشي عرفت ان في هيتس هيرنيا، يلا بقى اعرف لي الهيتس هيرنيا دي دخلت في ريفلكس اسوفيجايتس عامله مشاكل ولا لا، ابدا بمين؟ اندوسكوبي، عامله ايروجنز، عامله ايديما، عامله ألسريشن، عامله سكاتسجيرنج، عامله شورتنينج، خلاص عرفنا. بس كده لا طبعا، عايز اشوف البي اتش بالظبط كام، اركب للعيان القسطره البلاستيك دي واللي في نهايتها السنسور واشوف 24 اور بي اتش مونيتورنج، اشوف البي اتش نتيجه الريفلكس ده وصل كام فعلا اسيدوزز. ماشي الموضوع سيريس ولازم اتدخل. لا مفيش اسيدوزز، ادور بقى على حاجات تاني سيكندري كوزز هي اللي ريليتد، في سايكوجينيك اليمنت العيان، في مايوكارديال انفاركشن، في حاجه في زوره، في حاجه ورا الاسوفجس، في حاجه ضغطه، مش الاتش سي ال السبب. طيب والحاجات دي بتفرق في العمليه الاندوسكوبي وال24 باور بي اتش مينيتري هم اللي بيحددوا انا هعمل عمليه ولا مش هعمل، ونوع العمليه كمان، يعني انا لسه ما اتكلمتش على العمليات دلوقتي. اوبشنز كتيره للصبح، طب هتاخد مين لمين ومين لمين ومين لمين، كل واحد بمزاجه، مفيش حاجه في الطب بمزاجه، في جايد لاينز، في رولز. طيب اخر انفستيجيشن، انا عايز ابشركم ان ال 24 اور بي اتش مونيتورنج ده مش عندنا في سوهاج خالص، في اسيوط بس، يعني احنا في سوهاج ما بنعرفش البي اتش في اللور اسوفجس كام بالظبط.
في أي حالة أيا كانت الحالة. طيب تعالى برضو للي بعده اللي هو أوريدي برضو مش موجود عندنا في سوهاج، إسوفيجيال مانومتري. مانومتري جهاز ضغط، جهاز ضغط يقيس البريشر في الأسوفيجاس تحت. فاكرين أنا قلت لكم البريشر في الأسوفيجاس تحت كام؟ من 10 ل 20 مليمتر اتش جي. وفي البورتال هايبرتنشن بنفخ البالونه بتاعت السانج ستيكن على 30 ل 35، ما زودش عن 40 عشان ما فرجعش الاسوفجس. اذا كان هو النورمال بريشر بتاعه من 10 ل 20، ال 30 ل 35 دي انت مسختها معاه كفايه، وهو اصلا الاسوفجس اديكم انتوا اديكم شفتوا اديكم عشتوا الاسوفجس هو من اول ما اشتغلنا لحد دلوقتي، مش مستحمل متلصم بالعافيه عايز يفرجع من نفسه. طب خلاص، اذا يهمني برضو اشوف البريشر تحت كام، في بريشر عالي ولا هو اصلا في الريفلكس اكيد هيكون البريشر ايه عالي، ولا هيكون البريشر في الريفلكس اسوفجايتس. اكيد هيكون واطي طبعا، لو البريشر عالي ما كانش هيحصل ريفلكس اصلا. طب احنا بنأسس مين؟ اللور اسوفجيال سفنكترز، السفنكترز اللي تحت بتوع اللور اسوفجس بما فيهم الكاردياك سفنكتر. طيب تعالى لي بقى على اللور اسوفجيال سفنكتر دي، وديني شويه اوبشنز حلوين فور فان، معلومات فور فان. بصوا بقى، في حاجه اسمها مايلد فورم اوف ريفلكس، ودي في ناس كتير مننا بالذات الناس العصبيين واللي بيتوتروا والمدخنين واللي بيشربوا القهوه بشراهه واللي بيشربوا الشاي بشراهه واللي بيشربوا البيبسي والكوكاكولا والفانتا والبرتقال والعصائر الحمضيه الليمون، واللي بياكلوا الحاجات الحراقه والشيبسي، واللي بياكلوا مخللات وشقطه، واللي بياكلوا شوكولاتات كتير. نعم، كل ده والناس الاوبيز، كل دول مجموعه اسمهم ريسك جروب للريفلكس اسوفجايتس. كل دول عندهم حاجه مشتركه، انكريز في الترانزينت لور اسوفجيال سفنكتر. يعني ايه اللور اسوفجيال سفنكتر؟ مش قافله على طول الاسوفجس زي ما انتم فاكرين، بتقفل اغلب اليوم، بس على مدار اليوم بيبقى لها ليها فترات راحه ترخي فيها. الفترات الراحه دي بتكون الفترات اللي الاتش سي ال فيها ايه قليل، ترخي شويه خلاص الاتش سي ال تحت حلو، حتى لو رجعوا شويه منه مش اسيدك قوي، مش هيعملوا حموضه في الاسوفجس. ده اسمه ترانزينت لور اسوفجيال سفنكتر دايليتيشن، ترانزينت ده نورمال في كلنا. طيب الاوبيز، الناس الاوبيز واللي بيشربوا الشاي والقهوه والنسكافيه والبيبسي والشيبسي والحاجات الحراقه والشوكولاتات وبيدخنوا، دول عندهم انكريز في الترانزينت تايم بتاع اللور اسوفجيال سفنكتر دايليتيشن. يعني التايم النورمال بتاعنا احنا هم زايد عندهم، وبالتالي دول فتحوا الباب لايه؟ للاتش سي ال ريفلكس. ناهيك اصلا عن ان كل الحاجات دي بتستيميوليت ال HCL سيكريشن وبتعمل ايروجن في الميوكاس بارير بتاع الاستومك. اذا اغلب الناس اللي عندهم بدايه حدوث الريفلكس اسوفجايتس هم دول، وبالتالي مين اللي عرضه ان هم يجي لهم ريفلكس اسوفجايتس وجاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز وهايتس هيرنيا؟ هم دول اغلب عيانين الجاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز والهايتس هيرنيا اوبيز، ستات حملت وخلفت 5-6 مرات نتيجه الكرونيك انكريس في الانتر ابدومينال بريشر، الستات اللي بيركزوا على القوام وبيلبسوا كورسيه فترات طويله، الرجاله الشارهين للتدخين سجاير وشيشه ومخدرات وحشيش، الناس مدمنوا الكحوليات، الالكحول برضو بيعمل انكريس في اللور اسوفجيال سفنكتر دايليتيشن، مدمنوا الحاجات الشقطه والمخللات والحاجات المالحه خالص، مدمنوا الشيبسيات والحاجات اللي فيها المواد الحافظه، مدمنوا البيبسي، مدمنوا الشوكولاته. يعني عايز تقول يا دكتور كل الحاجات دي الرصاد دي بطلها؟ لا ما تبطلهاش، بس الاعتدال خير الامور، الوسط، الوسط هو الحل. لكن هتزود في الحاجات دي هتزود الترانزينت تايم بتاع اللور اسوفجيال سفنكتر دايليتيشن، وبالتالي انت بتفتح الباب لمين؟ للاتش سي ال. يتفضل، بتفتح الباب للشرور كلها. بس خلاص. طيب اذا كل العيانين دول الاوبيز وبتوع السجاير والشيشه والقهوه والمخدرات والحشيش والكحوليات والبيبسيات والشيبسيات والشوكولاتات والحاجات الحراقه والحاجات المشطشطه، كل دول لو عملت لهم اسوفجيال مانومتري وجيت اقيس البريشر تحت في اللور اسوفجيال سفنكتر النورمال فينا احنا الكل من 10 ل 20، هما تلاقي كام؟ 8 7
ستة بريشر قليل، ما الدنيا فتحت فتحت. طيب عيان الهيتس هيرنيا او عيان الريفلكس اوسوفجايتس ليه عايز تقيس البريشر عنده تحت؟ هقول لك انت بس خدني للاخر كده واعمل له اوسوفجيال مانومتري وشوف اللور اوسوفجيال سفنكتر كام واكتبه 10 12 15 20 6 8 وسجله على جنب. يعني سجل عندك لو انترميديت افريج، افريج يعني من 10 ل 20، انترميديت قال لي حاجه بسيطه 10 9 8، لو 5، الدنيا بحر. طيب المانومتري مش بيقيس بس البريشر بس، ده بيعبر عن الويفز كمان. فاكرين في الاول في الفسيولوجي بتاع الاسوفجس انا قلت لكم في برايمري ويفز وسكندري وتيرشري، التيرشري قلت لكم مالهاش لازمه دي هلس. البرايمري هي البروبالسيف موفمنت بتاعت الاكل من فوق لتحت، السكندري هي البروتكتيف ويفز اجينست الريفلكس. الريفلكس اللي بيحصل ده مين اللي بيحمي منه وبيعمل كونتراكشن في الاسوفجس؟ السكندري ويفز. المانومتري بيقول لي في لوس للبرايمري ويفز، في لوس للسكندري ويفز، في جود بريستالسيس تحت، في ويك بريستالسيس تحت. يعني المانومتري بيفيدني في بريشر ويفز. طيب كده خلاص كفايه، ده انت اديتنا 6 انفستيجيشنز ولا 5 في العضل. اول واحد فيهم دياجنوستيك اللي هو الباريم، رقم 2 قيمت بالاندوسكوب وخدت بايوبسي واكسكلود المالجنسي والبارت، رقم 3 عملت لنا 24 باور ميتش 24 اور بي اتش متري، عملت لنا البي اتش على مدار اليوم عشان تعرف مين السايكيك ومين اللي بيضحك عليك ومين اللي المانيفستيشنز بتاعته صح بتاعت اسيدوز، رقم 4 عملت لي مانومتري استيل البريشر تحت وشفت لي البريستالسيس عشان تحدد عمليتك. طيب خش بقى على التريتمنت. فانا كده خالص يعني خدنا وقت بما فيه الكفايه في مين؟ في الجاسترو اسوفجيال ريفلكس والهيتس هيرني. هعمل لهم ايه عيانين الهيتس هيرني دول؟ المين تريتمنت اوف هيتس هيرنيا في كل الحالات ميديكال. ميديكال يا باشا دفتاج، والاسوفجيال هيتس واسعه والاستومك حته منها داخله طالعه، ماشي مش ميديكال. مشكله العيان ده كلها مش في الريفلكس اسوفجايتس، خلاص اتش 2 بلوكرز اللي هم رانيتيدين والانتودين والفاموتيدين والسايميتيدين والشله بتاعته كومبايند مع بروتون بامب انهيبيتورز الاتش بلوكرز اللي بتقفل البرايتال سيلز بتخليها ما تطلعش اتش سي ال، يعني ما فيش اسيدوزس في الاستومك، اعمل ريفلكس براحتك مش هيشتكي العيان ومش هيعمل كومبليكيشنز ومش هيعمل ايروجن للاسوفجس. يعني انا قفلت مين؟ سبت الفتحه مفتوحه عادي وسبت السلايدنج ما فيش عنده مشكله طالما ما دخلش في مضاعفات، وقفلت الحنفيه بتاعه الاتش سي ال، قللت الاسيديتي بتاعه الاستومك بس، والعيان هيعيش زي الفل. ظهر الروشته لايف ستايل موديفيكيشنز، فاكرين في الشرخ والبواسير بعد العمليه في حاجه اسمها لايف ستايل موديفيكيشنز؟ هنا برضو في لايف ستايل موديفيكيشنز. كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي فوربيدن طالما دخل في ايفيدنت هيتس هيرنيا وريفلكس. فيش حاجه اسمها بقى بطل شويه مش عارف ايه، بطل نهائيا. العيان اللي هيتابع معاكم مش هيبطل السجاير ولا الشيشه ولا القهوه ولا المخدرات ولا الشاي ولا الكحوليات ولا السبيريتس، ما تتابعوش احسن، هيفضل يديتيريوريت منك لحد ما يدخل في مصايب ويقول اصلا انا متابع مع الدكتور احمد رافع. يعني انت قاعد متابع معاه لحد ما جالك سرطان، هو كان بيقول لي خد علاج وكان بيديني. العيان دايما بيسيب الحته بتاعته يا جماعه على فكره، واحنا كده كلنا بتنسى الحته اللي انت مقصر فيها وترمي حمل على غيرك. فكون ان انا ساكت ومتابع معاك على كده وشويه اشد عليك وشويه ارخي، اول ما تحصل المصيبه انت هتقول ايه؟ يا عم ما متابع مع الدكتور احمد، اعمل له ايه يعني؟ ما جاي له وعارفني ومتابعني وكل مره بروح له وبيشوفني وهو متابع، ادي اخرتها اهو سرطان في في المريء. اذا العيان اللي ما يسمعش كلامك وما يلتزمش بالتعليمات ما تتابعوش لو عايز تحافظ على سمعتك. يبقى العلاج بتاع الهياتس هيرنيا المايلد والمودريت كمان الكومبايند اتش 2 بلوكرز مع البروتون بامب انهبيتورز الاثنين مع بعض مع لايف ستايل موديفيكيشن. طيب ماشي، ما سمعش الكلام، عيان بور، فيلد ميديكال تريتمنت، انكومبلاينت، دخل في كومبليكيشنز، ما معهوش فلوس يشتري، شويه الرصه اللي بنقولها على الميديكال لما نبقى عايزين نقلب على ايه؟ على السطر بتاعنا احنا على السيرجن. اي جراح عايز يوجد لنفسه سبيل ان هو يدخل على العمليات على طول، بالذات لو العيان برايفت وهيدفع فلوس، انت شكلك مش هتلتزم.
انت ما سمعتش الكلام، خلاص انا رايي نقلب على العمليه على طول. الا في الحته دي بقى الجراحين مش بيحبوا يقلبوا على العمليه غير لما العين يجي يبوس رجلك، يبوس رجلك بالظبط كده، يقعد في العياده ويروح يقوم يجي لك على المكتب ويبوس رجلك، يا بيه اعمل لي العمليه. ايه ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ ليه كل ده؟ لان العمليه جحيم وما بعد العمليه جحيم اكتر. انتوا عارفين ايه العمليه بتاعت الهيتس هيرني او العيانين اللي عندهم جاستروسوفجيال ريفلكس وفيلد فيهم الميديكال تريتمنت؟ انا هخش هعمل ايه؟ هخش هشد الاسوفجس لتحت شويه، مش هو شورت اند وساحب الاستومك معاه لفوق، هشده لتحت شويه، هعمل له موبيلايزيشن واشده لتحت. ده رقم واحد. الاربعة سنتي اللي تحت بتوع الاسوفجس اللي في الابدومن هجيب الفندس بتاعت الاستومك والفها حواليهم زي التعبان داير ما يدور 360 درجه واخيط الاستومك في بعضها، عصرت الاسوفجس خلاص. لا الاسوفجس اللي تحت هيقدر يطلع والاستومك حشرته. انت دلوقتي عشان يحصل ريفلكس ولا يطلعوا هما الاثنين تاني في الشيست، عايز الاستومك بالاسوفجس يطلعوا هما الاثنين داير ما يدور، مش هيطلعوا. طب ما ده هي عمليه زي الفل يا عم، مش هيحصل معاها ريفلكس خالص، مفيش اي بوسيبيليتي اوف ريفلكس. ده انت عامل راب، السندوتش الراب اللي هو ملفوف لافف الاستومك 360 درجه زي السندوتش حوالين الاسوفجس، عصرته. ما هي دي المصيبه، ان انا عصرته. العيان مش هيحصل له ريفلكس، بس مش هيتكرع اصلا، حتى الهواء اللي عايز يطلعه من المعده مش هيطلع. يعني ايه يا دكتور؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مش هيتكرع؟ هو في حد فينا ممكن يعيش من غير ما يفض شويه الهواء اللي في المعده؟ العيان ده هيقعد طول عمره الهواء متحوش جوه المعده، ينزل جوه الامعاء يعني معدته تتنفخ زي البالونه. اذا السايد افكت بتاع العمليه دي الرابنج بتاع الاستومك بلوتينج. طب البلوتينج ده حلو؟ ده زي الزفت. البلوتينج ده ممكن يخلي العين يجي يغزك بمقلوبه في بطنك. ايه العمليه زي الزفت دي يا دكتور؟ وانت يا دكتور زي الزفت؟ هو انا جيت اقول لك عندي شويه ارتجاع نفخت لي المعده اللي يلي تي 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 وكسر عليك العياده، انا بطني هتفرجع زي البالونه، النفس مش عارف اطلعه. هو ده البلوتينج سنسيشن بالظبط، نتيجه الراب بتاعنا. اذا انت صلحت مشكله وعملت له مشكله اكبر ملهاش حل. اول واحد عمل الراب دي 360 درجه واحد اسمه نيسن، ان اي اس اس اي ان، ده راجل بتاع اسوفجيال سيرجري، وقال لك الحل كده لف الاستومك حوالين الاسوفجس وكتف واعصره مش هيحصل ريفلكس. كل العيانين كانوا هيموتوا نيسن في العياده بتاعته. لا لا لا، ايه يا نيسن اللي انت بتعمله ده؟ ايه العك كده؟ ايه ده ايه ده؟ فك 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 فك. عرفت ليه بقول لك ما تعملهاش غير لو العيان جه يبوس رجلك عشان يتلوم بعد العمليه ان هو يجي يشتمك او يضربك؟ هيقول لك حقك عليا يا دكتور، انا اللي اصريت عليك، بس معلش مش ما فكها. حقك عليا يا دكتور بس فكها. بوسه الرجل قبل العمليه هي اللي هتخليه يجي ايه باحترام بعد العمليه، لكن لو انت اللي وجهته على العمليه او كان هو موتيفيتد حاجه بسيطه وانت مسكته يلا يلا هات 20,000 يلا هنعملها، هيجي لك يديك بالجزمه بعد العمليه. هتقول له مش انت اللي قلت؟ هيقول لك وفين دورك؟ مش انت عارف شغلك؟ ما نضحتليش ليه؟ ما وضحتليش ليه العفن والعك اللي هيحصل ده يا دكتور؟ كنت قلت ما كنتش عملتها، هات لي الفلوس. فك وهات لي الفلوس اللي انت خدتها. طيب عشان كده نسن غير استراتيجيته. عمل ايه؟ بقى يعمل راب بس مرحرح، يضحك على نفسه. يحزم الاسوفجس بالاستومك بس سايبها واسعه. ايه يا عم شو هتضحك على نفسك؟ طب ما هيحصل ريفلكس. قال لك لا، ما هي التحزيمه في حد ذاتها هتكثف شويه هتقلل الريفلكس، بس ادي الاسوفجس نفس ان هو العين يطلع شويه هواء يتكرع. اتحسنوا العيانين دول. دي اسمها فلوبي نسن، نسن مرتاحه، مبهوقه شويه. يعني جيت اعمل سندوتش راب على الكونتنتس بتاعت الحشو بس ما عصرتهاش، خليت السندوتش مرحرح كده واخد نفسه مرتاح. استغل الموضوع ده واحد ذكي جدا او اتنين. يقال ان بيلسي مارك دول اتنين، واحد اسمه بيلسي وواحد اسمه مارك. قالوا ايه يا جماعة؟ طب ما ده في طريقة احلى من بتاعت نيسن ابن الذين اللي خد الشو كله في اللور اسوفيجس ده. طب ما تيجي نعمل انكمبليت راب، بدل ما نلف المعدة حوالين الاسوفجس 360 درجه هنلفها 270 درجه بس، ونلفها تايت عليه. يعني مش هعملها فلوبي بس هعملها ايه 270، وبالتالي في 90 درجه مفيش معده كاتمه الاسوفجس فيهم، هيدوا فرصه للاسوفجس ان هو يريح ويتكرع، وفي نفس الوقت برضو مش هيحصل ريفلكس. وفعلا عمليه بيلسي، سوري يا جماعه ده انا اتلخبطت، العمليه دي وصفها واحد اسمه توبيه،
مش بيلسي مارك، انا اسف، بيلسي مارك دول عملوا عملية ما يعلم بها الا ربنا، لسه هنشرحها بعد شوية، فيها 5-6 ستيبس. العملية اللي انا بقولها دي عملها واحد اسمه توبي، غالبا فرنساوي، تي اي يو بي اي تي، اللي هي فلو، اللي هي ايه، عمل راب، بس عمل راب تايت 270 درجة، وساب 90 درجة فاضيين، وعملية توبي نجحت واصبحت الستاندرد عالميا في الفترة اللي فاتت كلها، ابتل ناو توبي او فلوبي نيسن. انت من مدرسة نيسن واحباء نيسن وتلاميذ نيسن، اعمل راب 360 مرحرح فلوبي. من مدرسة توبي الفرنساوي، اعمل راب تايت بس 270 بس، عشان ما تحزمش الاسوفجاس، والاثنين نجحوا. خد عندك، ما فيش ولا حاجة من العيانين جالهم بلوتين. خد عندك بقى اللي حصل، ريكارنس، ريكارنس سلايدنج، اه، ورجعت الريفلكس اسوفجايتس بعد سنتين ثلاثة من العملية، سواء فلوبي نيسن او توبي، الاثنين بعد 3-4 سنين فشلوا. رجعت العيانين، يا دكتور العملية فاشلة، ما الاعراض رجعت تاني، يا دكتور ما رجعت، رجع تاني ورجعت للرجرجتيشن تاني والتهابات الصدر تاني والارتجاع تاني والحموضة تاني. ايه يا عم الشغلانة دي، الاسوفجاس ده كل ما تيجي تلصم فيه من ناحية يفتح من ناحية تاني، ريكارنس. جم الاثنين العلماء اللي هم بيلسي ومارك، دول فور، بيلسي مارك دايما بنكتب جنبيها فور، ليه؟ عملوا فور ستيبس، وبعدين هم كام، رقم 4 في الاختيارات، ما نيسن رقم 1 والفلوبي نيسن رقم 2 وتوبي زيها زي الفلوبي نيسن، 3 اوبشنز. هم قالوا لك احنا رقم 4، الرابعه ثابته بتاعتنا، هنعمل عمليه عباره عن 4 ستيبس، وكمان العمليه دي هي الاوبشن رقم 4 لما تفشل كل الثلاث عمليات دول. طيب بيلسي مارك قالوا هنعمل ايه؟ قالوا هنعمل راب حوالين الاسوفيجاس 270 ولا 360، قالوا هنعمله 360، ماشي، ادي اول خطوه. رقم 2، احنا عاملينه 360 بس خدنا شويه غرز ما بين الاستومك والاسوفجس شبكناهم في بعض، يعني ما سبناش مسافه ما بين الاسوفجس والاستومك، عامل بالظبط زي حديده انبوبه، وانت جبت سلك لفتها بيه، لو لفيت السلك حواليها داير ما يدور بس في مسافه، هيثبت فيها ازاي؟ مش هيثبت. وده اللي كان بيعمله فلوبي نيسن، هو لافف الاستومك راب حوالين الاسوفجس 360 درجه بس في هواء داير ما يدور، ده اللي عمل الريكارنس. طيب وتوبي لف 270 بس، فده برضو عمل ريكارنس. هم قالوا طب احنا هناخد ميكس ما بين الاثنين، هنلف 360 زي فلوبي نيسن بس بدل ما اسيب هواء هاخد غرز ما بين الاسوفجس والاستومك، دي تاني خطوه. ثالث خطوه، ثبت الاستومك والاسوفجس في الديافراجم من تحت، مسمارهم في الديافراجم، مش بس لف الاستومك حوالين الاسوفجس 360 وخد الغرز ما بين الاستومك والاسوفجس، ثبت الثلاثه في مين؟ في الديافراجم، الاستومك والاسوفجس. اذا اربع خطوات اهم، لف الاستومك 360، رقم 2 خيض الاستومك في الاسوفجس، رقم 3 خيض الاستومك في الديافراجم والاسوفجس في الديافراجم. 4 ستيبس العمليه دي، كان الريكارنس فيها 0 0 ونجحت. بس ما اضحكش عليكم، العينين كانوا دايما بيشتكوا من تداخل ما بين البلوتينج وما بين، مع البلوتينج الدنيا متحشره وكلها ملزقه ادهيجنز، خلي بالكم الخياضات دي كلها بعد فتره هتعمل ايه، فايبروزز وادهيجنز، هتلزق، مش هيحصل ريكارنس خالص، عمر الاستومك والاسوفجس ما يرجعوا في الشيست، دول اتلزقوا في بعض وتلزقوا في الدايفراج، بس العين هيجيله بلوتينج، هيجيله ابدومينال كوليك، الغرز دي والشد، شد في منطقه الجاستروسوفجيال جانكشن عند فم المعده، هيخليك دايما حاسس في حجر على قلبي هنا، الحته دي مكتومه مش مرتاح، بس ما حصلش ريكارنس وما حصلش فيلير اوف ذا سيرجن. طيب في عمليات تاني بقى، دور اوبريشن ومش عارف ليجامنت امتيريس اوبريشن، اجيب الليجامنت امتيريس والفه حوالين الاسوفيجاس، وهيلز مش عارف بوستيريور جاستروبيكسي، وانجل تشيك مش عارف انتي ريفلكس، كل دي عمليات فاشله ومش عليكم الديتيلز بتاعتها، وعلى فكره اغلب الناس عندنا مش عارفينها، مش عارفينها، مش عارفين الديتيلز بتاعتها، مش تقصير منهم ولا حاجه، هي حاجات كانت زمان زمان جدا وفشلت، عارف بالظبط اللي هو في طريقك للقمه مثلا، جربت شويه طرق، عملت شويه وصفات في المذاكره، وصفه 2-3-4 شويه طرق او شويه جداول، وبعدين جدول نجح،
ايه فايدة بقى الجداول اللي فشلت؟ خلاص مش لازم افتكرها، مش لازم اشرحها للناس، ما هي فشلت وما خدتش اي قبول. هي دي العمليات دي. طيب ارجع بقى للمانومتري اللي وضح لي مين، اللي وضح لي اللور اوسوفيجيال سفنكتر بيريستالسيس وبريشر. كل ما يكون البريشر كويس والبريستالسيس حلوه اعمل عمليه خفيفه فلوبينيسن، ما الدنيا حلوه اهو، طالما في بريشر حلو وفي بريستالسيس حلوه سكندري هتجارد اجينست ريفلكس، وبالتالي اعمل فلوبينيسن وانا مرتاح، مش هيحصل ريفلكس، مش هيحصل ريكارنس بعد 3 4 سنين. اعمل بيلسي، ما اعمل توبي ال 270، لا الدنيا مبهوقه وخربانه وبريشر 5 وبريستالسيس السكندري ويفز لوست، ما تجيش تعمل بقى فلوبي نيسن ولا نيسن ولا توبي، ما هيحصل ريكارنس وش. يعني معاك اختيار ان انت تعمل النيسن العاديه ال 360 اللي كانت تايت، ما هالبريشر ضعيف انا لازم اقويه بالتايت نيسن، وغالبا طالما البريشر ضعيف العيان مش هيشتكي من بلوتينج، هيتسرب شويه هواء منه، او خش على بيلسي مارك على طول الفور ستيبس. وان كانت عمليه بيلسي مارك دي اتوصفت للريكارنس بس، يعني مش مستحب ان حد من اول مره يعمل العمليه الصعبه دي. عارف بالظبط زي انت شايف نمله، ما تجيش تمسك رشاش وتقول لي هموتها، ما هو هيموتها، ما انا عارف انه هيموتها، بس يا ده رشاش يا اخي، عيان عنده ريفلكس والدنيا عنده مبهوقه خالص والبريشر ضعيف ومفيش بريستالسيس، انت لو عملت له نيسن العاديه 360 التايت حلوه هتحسن، هتحسن الاعراض والبلوتينج هيبقى اقل، لان هو اصلا اوريدي الدنيا مبهوقه عنده، هيعدي هيسرب شويه الهواء. دي فكره المانومتري، بيساعدني في اختيار التايب اوف سيرجري، مش بمزاجي حسب هوايا انا اعرف اعمل توبيه ولا انا بحب توبيه ولا انا قريب نسن ولا تبع المدرسه بتاعته اعمل وخلاص. في بروتوكول، في بارامترز بتحكم بيها. ماشي كده، هايتس هيرنيا اتعصرت طحنت، ما حدش هيقول فيها اي حاجه تاني. طيب الرفلكس اوسوفجايتس انا شرحته، هو هو الهايتس هيرنيا، بس هضيف عليه شويه رتوش. يعني لما اجي اقول لك كلمني عن الجاسترو اوسوفجير ريفلكس ديزيز، هتقول لي اول حاجه هتقول لي بص يا دكتور، في عندنا ناس نورمال، عندهم كلنا عندنا نورمال ترانزيانت لور اوسوفجيال سفنكتر ريلاكسيشن، بيحصل عادي خالص وبيحصل معاه شويه ريفلكس، ما بيكونوش اسيديك وما بيعملوش اي مانيفيستيشن. في عيانين ريسك جروب بقى بيزيد عندهم الترانزيانت لور اوسوفجيال سفنكتر ريلاكسيشن، ده مين؟ الستات الاوبيز والستات اللي بتلبس كورسيه والناس اللي عندهم كورونيك انكريز في الانتر ابدومينال بريشر والناس اللي بياكلوا كحوليات ومخدرات ومشروبات وانفكشنز، وهات كل اللي انت عايزه. خلصنا؟ خلصنا. دول البدايه اللي هبدا عليهم السلايدنج او الجاسترو اوسوفجيال ريفلكس. طب الخطوه الثانيه تقول لي البروت تيرم والترم الاكبر والاعم والاشمل هو مجموعه الجاسترو اوسوفجيال ريفلكس ديزيز، دول مجموعه من الديزيزز، واحده منهم سلايدنج هياتس هيرنيا، وهي الموست كومون انها تعمل ريفلكس اوسوفجايتس، وهي الموست امبورتنت. بس في حاجات تاني بيحصل فيها ريفلكس مش بالضروره يكون بسبب سلايدنج. ايه؟ العيال الصغيرين في اول 3 4 سنين القشط، بيقول لك العيل يقشط ويكبر، لان القشط ده حاجه فسيولوجيه، لكن لو رجع كتير وعنده اكسسيف ريفلكس هتلاقي العيان فيه عنده فيلير اوف سرايف، وده اللي بيفرق القشط العادي اللي بعد الرضاعه اللي هم شويه لبن يقشطهم كده عاديين من الشيبس. لما نيجي نتكلم في المعده كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزيس، برضه البايلورس لما تبقى مقفوله تحت هيرجع العيان وهيحصل ريفلكس اوسوفجايتس وهيحصل الشيبس. اذا عايز تقول لي ان واحد من اسباب الجاسترو اوسوفجير ريفلكس المخرج بتاع المعده مقفول؟ بايلوريك ستينوزيس، ستيزيس في الانترام، شيبس. طيب زود عليهم الاوبيزيتي والابدومينال سيرجري والناس اللي عندهم انكريز في الانترا ابدومينال بريشر واورجانوميجالي واسايتس وتنس اسايتس، كل ده عامل بريشر على الاستومك، حتى لو ما فيش وايدنينج في الهيئه الاوبننج هيزود الريفلكس. يعني ما فيش سلايدنج هيتس هيرني، ماشي الهيتس حلوه وما فيش رجوع للمعده، بس هيخلي الكونتنتس بتاعت المعده ترجع. يبقى السموكينج والالكحول والاوبيزيتي والانكريز في الانترا ابدومينال بريشر والمخدرات والكحوليات والمشطشطات والحاجات دي كلها هتعمل ريفلكس ويزاوت هيتس هيرني. تعمل كولاجين ديزيزز،
العيانين اللي عندهم التصلب مش عارف المنتشر اللي هو اسمه ديسيمينيتد سكليروزز ومالتيبل سكليروزز والسكليروديرما والروماتويد ارثرايتس والمش عارف ايه اللي هم بيبقى عنده فيش ماوس وعنده فايبروزز في كل الجسم. طب ما خلاص المعده ممكن تبقى ايه فايبروزد، فالريفلكس كل شويه ايه الفايبروز يضغط عليها خليها ترجع. ريفلكس السكليروديرما موصوف معاها الريفلكس التيبيكال. طيب كل دي كوزز تعمل ريفلكس، البايلوريك ستينوزز والبايلوريك اوبستراكشن والكولاجين ديزيزز والحاجات اللي بتزود الترانزيانت لور اسوفجيال سفنكتر ريلاكسيشن والسلايدنج هياتس هيرنيا والفيسيولوجي في الاطفال. طيب هو ايه معنى جاس اسوفجيال ريفلكس ديزيز؟ ريفلكس اوف اسيد اوف ستومك ان ذا ستومك ان ذا اسوفجاس، ريفلكس اوف اسيد بتاع المعده ان ذا اسوفجاس يعمل ايه الباثولوجي؟ 3 4 حاجات يا دكتور، هايبريميا واديميا ايروجن والسريشن ستريكتشر سكاتسكيرينج شورتنينج، يعمل في الاخر هياتس هيرنيا ويعمل كمان انيميا ويعمل هيماتيمسيس ويعمل شيست انفكشن ويعمل كانسر. كل ده بيعمله الريفلكس. الفسيولوجي لما تيجي تكلمني عن الجاستروسوفجيال ريفلكس لازم تجيب الخمس حاجات اللي قلنا عليهم اللي بيعملوا انتي ريفلكس، الانجل اوف هيس واخر 4 سم من الاسوفجس اللي هم جوه الابدومين والبنش كوك بتاع العصارة او بتاع الزرادية او بتاع الكماشة بتاع الدايفراج. تحب تزود عليهم 2-3 تاني؟ قولي الساكندري ويفز بتاعة الاسوفيجس اللي بتضرد اي اتش سي اللي بيرجع فيسيولوجي. تزود واحدة تاني؟ الميكوزة بتاعة الاسوفيجس وبتاعة الاستومك. مين لي الميكوزة بتاعة الاستومك؟ بداية الاستومك الميكوزة بتاعتها بالجينج عاملة زي الروزيت شيب، بالج 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 قفلة اليومن، ده بيقلل ال HCL ان هو يرجع. لما ال HCL يرجع من البودي ومن الفاندس بتاع الاستومك ويلاقي عند الجاستروسوفجيال جانكشن الميكوزا بتاعت الاستومك ساده خالص زي الميكوزا بتاعت الديودنم بالجنج لبره كده قافله اليوم الروزيت شيبد زي الورده، ما ده بيجارد اجينست الريفلكس. حته حلوه برضو لما تكتبها. طيب حلوين قوي كده، والباثولوجي خلاص عرفناه والكلينيكال بيكتشر خلاص عرفناها، هارت بيرن، الخطوه اللي بعده ريجورجيتيشن، الخطوه اللي بعده ووتر براش، الخطوه اللي بعده شيست انفيكشن وسيفير ديسفيجيا وبدايات الاسبيريشن نيمونيا وبدايات الانيميا وبدايات البارت اسوفيجاس والكولامنر ميتابليزيا وبعد شويه تبقى ديسبليزيا بعد شويه تبقى انفيزيف كانسر. طيب في حته هنا فنيه حلوه، العينين دول عندهم ديسبيبسي ولا ما عندهمش؟ عندهم ديسبيبسي وده بيزود الانيميا، ما لهمش نفس للاكل والشرب بسبب الاسيديتي والريفلكس، لدرجه ان في كتب بتقول ان ديسبيبسي بتاعتهم اصعب من الديسبيبسي بتاعت الجول ستونز. ديسبيبسي الجول ستونز او الجول بلادر ستونز ايه شويه دهون هيمغصوني شويه بس هاكل الاكله اللي بحبها، طلعنا وسهرنا واصحابي في الشارع واكلنا شاورما هتعمل لي شويه فد ديسبيبسي بس هاكلها هستمتع بالشاورما. اما العينين الديسبيبسيا بتاعت العينين دول ده اسيد بيرجع بيخليك نار طول الليل وتعيش جحيم، تلاقي دايما مش قادر لا خلاص مش عندي ديسبيبسيا لكل انواع الاكل الفات والبروتين وكل حاجه، لان كل دول اول ما بينزلوا في المعده بيعملوا ستيميوليشن لل HTL. طيب على ذكر الديسبيبسيا برضو في حته حلوه كده في نوتس انا دايما بحفظها لكم اكتبها كده على جنب الكتاب، ديسبيبسيا تو ميت للحوم كانسر ستومك. اي عيان اولد ايج اكتر من 40 سنه يبتدي يبعد عن اللحوم سواء لحوم بيضه او لحوم اسماك او لحوم حمراء شك في العيان ده ان هو عنده كانسر ستومك. ليه؟ اللحوم مين اللي بيهضمها؟ البيبسينوجين بتاع الاستومك. طب خلاص الاستومك فيها كانسر معيوبه مش هاللها عن الحركه وبالتالي البيبسينوجين اللي فيها ضعيف وبالتالي اللحوم تقيله عليك مش بتحبها هتبتدي تسيبها. بس ده من الايرلي مانيفيستيشنز بتاعت الكانسر استومك، بيرزيستنت اجريسيف بروجريسنج ديسبيبسيا تو ميت. ماشي انفستيجيشنز هم الرصه بالملي، هتعمل باريوم عشان تشخص الدايلاتيشن بتاع الهياتس في الدايفراج وتشخص الريفلكس وتشوف معاه اسوشيتد هياتس هيرنيا ولا لا،
وتعمل الاندوسكوب عشان تقيم الكومبليكيشنز، وتعمل المانومتري عشان تحدد هتعمل عمليه ولا لا، وتعمل ال 24 اور بي اتش عشان تعرف الكوز والموضوع سايكولوجيكال ولا سكندري ولا نتيجه ستينوزز ولا نتيجه ايه. هم نفس الانفستيجيشن. التريتمنت بتاع ريفلكس مينلي ايه؟ لايف ستايل موديفيكيشن، كل الرصه بتاعه المخدرات والكحوليات والمشروبات الغازيه والشواي والقهوه والنسكافيه والحاجات دي يلغيها نهائيا وتماما، وتدي كومبايند بروتون بامب انهيبيتورز مع اتش 2 بلوكرز، وتتابع سواء ده هيتس او مش هيتس. احنا قلنا برضو في الهيتس هنبدا بالحاجات دي. فيلد كل العك ده لازم العيان عشان اعمل عمليه يجي لي ايه؟ يبوس رجلي. اول ما يجي يقول لك خلاص اللايف ستايل موديفيكيشن فشل، ما قدرش، ما معيش فلوس، ما معيش مش عارف ايه، ما معيش مش عارف ايه 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 ايه، خلاص خش اعمل العمليه. ايه العمليه؟ هم نفس العمليات. هتعمل ريبير للهيتس تضيقها، وتعمل راب للاستومك حوالين الاسوفجس، نيسن تو بي فلوبي نيسن بيلسي مارك بس، وتعمل ريكونستراكشن للاسوفج وجاستريك انجل، ترجعها الانجل اوف هيس، ان هي بتبقى لوست في الريفلكس اسوفجايتس وفي الهيتس هيرني. طيب في حته هنا بقى حلوه قوي برضه، في ناس بيحبوا يعملوا فاجوتومي. اياها انا اصلا بالاتش 2 بلوكر والبروتون بام كنت بعمل ميديكال فاجوتومي، كاني بشيل الفيجاس، ما انا بوقف الاسيديتي خالص. خلاص طالما دخلت عمليات برضو زياده قوه في العمليه عشان ما يحصلش ريكارنس للمانيفيستيشنز، ولو حصل ريكارنس الريفلكس ما يبقاش اسيديك قوي اعمل فاجوتومي. ما الفيجاس النيورو والاندوكراين هم المين ستيميليتورز بتاع الاتش سي ال. طيب ماشي، انا خلصت ريفلكس اسوفيجايتس وخلصت الهايتس هيرنيا. في ديتيلز عن النيسن وعن البلسي مارك وعن 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 وعن، مش عليكم، كفايه الكلمتين اللي انا قلتهم بالظبط. في ديتيلز العمليات دي تتعمل من الشيست ولا تتعمل من الابدومن. يعني لو عايز تعرف واحدة بس تحفظ عنها انها بتتعمل من الشيست، البلسي مارك الشغل كله على الدايفراجم من فوق وتحت، فالبلسي مارك يفضل انها بتتعمل من السوركس، والعمليات اللي بتتعمل من السوركس اسوأ من العمليات اللي بتتعمل من الابدومن، لان انت بتشغل في المدياستاينم وممكن تعور المدياستاينم والهارت واللانج، وممكن تعمل مدياستاينايتس ونيمونيا، مورتاليتي اعلى. عشان كده العمليات اللي بتتعمل من الابدومن حتى لو يعني الافكت بتاعها اقل شوية بس احسن، خليك فيها. طيب الدرس اللي بعده في شوية تجميعات، وممكن اخد الموتيليتي ديس اوردرز بتاعت الاسوفجس. ناخد التجميعات ولا الموتيليتي ديس اوردرز بتاعت الاسوفيجاس؟ حد يبعت لنا كده، عشان الموتيليتي ديس اوردرز عايزه دماغ نظيفه برضو. لو انتوا فصلتوا من كتر العك اللي انا شغال احكي فيه في الجاسترو اسوفجير ريفلكس ولقيتها هيرنيا، ناخد شويه التجميعات بتاعت الاسوفيجاس نمهد لمين؟ للموتيليتي. لا والله فيكم دماغ، ناخد الموتيليتي على طول وخلي التجميعات في الاخر. او اقول لكم حاجه وسط ما بين الاثنين، تعالوا ناخد الكونجينيتال انوماليز بتاعه الاسوفجس، الاسوفجيال اتريزيا. ايه قصه الاسوفجيال اتريزيا دي؟ استاذنا الدكتور نبيل ابو الدهب رئيس قسم جراحه الاطفال ورئيس القسم، اكيد في الامتحان هيركز على البيدياتريك سيرجري، النيونيتال انتسانال بستراكشن والنيونيتال اتريزيا والميد جات روتيشن والنيونيتال فولفلس والهيرش سبرانج والانوريكتال مالفورميشنز والامبرفوريت اينس. كل الحاجات دي مهمه، بما فيهم الشيبس في درس المعدة، بما فيهم الاسوفجيال اتريزيا. طيب عشان اشرح اسوفجيال اتريزيا اشرح لك الامبريولوجي، مش هتفهم حاجة من غير امبريولوجي. التراكية والاسوفجس وان تيوب، ايه هو كده؟ مش بقول لك الاسوفجس ده مخالف، يعني في الامبريولوجي بتاعه ما كانش تبع التيوب بتاعت الجي اي تي، لا،
كان تبعها بس شابك معاه التراكية، كانوا هما الاثنين وان تيوب. وقبل الولادة المفروض الاثنين كانوا يتفصلوا، والتراكية تكمل مع الريسبيراتوري سيستم مع نفسها، والأسوفجس يكمل مع الريسبيراتوري سيستم مع نفسه. وبالتالي الأنوماليز بتاعة الموضوع ده ان هو يحصل كونكشن ما بينهم، تراكية أسوفجيال فيستولا. طيب ماشي، دي مشكلة الأسوفجس مع التراكية. تعالى المشكلة الأسوفجس مع الجات تيوب، كون ان هو وحده وشابك نفسه ناحية التراكية ومشابك نفسه معاها، بيخليه عرضة ان هو الكاناليزيشن بتاعه مع الجات تيوب من اول الماوس للإنس يفصل. يعني اتريزيا، يعني ماوس أسوفجس وبعدين تلاقي الأسوفجس بلايند باوتش، وتلاقي مكمل بلايند باوتش على تحت على الاستومك. يا لهوي، يعني عامل زي بالظبط جيت عند الأسوفجس كده حتة معينة من الأسوفجس ورحت عاملها بالدباسة. عارفين الدباسة اللي كنت بشرح لكم فيها في بتاعة الأسوفجيال ترانسكشن، اللي هي فيها صفين من الدبابيس، صف يقفل الفوق الأسوفجس وصف يقفل المعدة ويقطع. بعد ما اخد الغيار بتاع الدباسة الاقي الأسوفجس اتقفل بلايند والاستومك اتقفلت وما بينهم فراغ. ده اللي بيحصل بالظبط في الأسوفجيال أتريزي. لما الأسوفجس يفصل عن باقي الجات تيوب يبقى ماوس وبعدين أسوفجس مقفول بعدين باقي الأسوفجس مقفول ومكمل استومك. يعني الأسوفجس عكاك ولكاك. ممكن يحصل فيه أتريزيا يفصل عن الجات تيوب، وبالتالي العيل ده مش هيعرف يرضع، خلاص بلايند باوتش، ماوس أسوفجس بلايند باوتش، مفيش أكل هينزل. ومشكلته التانية اللي ممكن تحصل برضو إمبريولوجيكالي، ان التراك بينه ما بين التراكية يفضل موصول، وبالتالي الأسوفجس واصل مع التراكية، ودي مشكلة. الجاستريك اتش سي ال هيطلع من الاستومك على الأسوفجس وروح داخل في التراكية. سيبك من ان الهواء يعدي من التراكية على الأسوفجس وروح في المعدة، ما احنا بنعبلع هواء طول اليوم مع الحركة ومع الكلام ومع النفس ومع اي حاجة. انت ساعات كتير بتتنفس من بقك، الهواء هيروح على اللارينكس والتراكية بس شوية منه هيعدوا في الأسوفجس على المعدة. يعني مشكلة التراكية أسوفجيال فيستولا مش في ان الهواء يروح من التراكية ويملى المعدة وتعمل اكسري تلاقي المعدة مليانة جازز، ماشي اتملت جازز عادي ما يخوفنيش. المشكلة ان الاتش سي ال يمشي من المعدة للاسوفجس ويروح في التراكية ويعمل اسبيريشن نيمونيا. هي النيمونيا هنا مش فيتال بنسبة 100%. ليه؟ لان ده لسه عيل صغير ممكن يكون لسه مرضعش ولسه ما فيش انفكشن مع الاتش سي ال. اما الاسبيريشن نيمونيا في الكبار اتش سي ال بالملوخية وبالسلطة وبالشوربة وبالمكرونة وبالسبانخ، خلاص يا باشا هيموت ما تقنعنيش يعني. ودي عناية واعمل اللي انت عايزه هيموت. طبعا الاعمار بيد الله، ده احنا بنقول لك يعني مقدمات، والله اعلى واعلم يعني. ماشي، مشاكل الاسوفجس يا اتريزيا يا فيستولا. طب خد التقيلة ده، ممكن الاثنين يجوا مع بعض. يا لهوي، يعني ممكن يبقى من فوق اتريتك ومن تحت فيستولا، او من فوق فيستولا وتحت اتريتك. خد عندك التقيلة ده، ممكن فوق أتريزيا وتحت أتريزيا، ممكن فوق فيستولا وتحت فيستولا، يعني في ميكس. المشكلتين بتوع الأسوفجس دول هيلعبوا بينا، أتريزيا فوق فيستولا تحت، فيستولا تحت وأتريزيا فوق، مش عارف ايه فوق وتحت. أيوة، يعني ايه العك ده كله؟ طالما الدنيا عكت وتلات اربعة خمسة أنوماليز تحفظ مين؟ الموست كومون. أول حاجة تعرف ان المشاكل دايما الكونجينيتال أنوماليز أكتر في الولاد، ما تعرفش ليه. الاورام السرطانيه في الاولد ايج اكبر في الولاد، والكونجينيتال انوماليز في الولاد اكتر من البنات. مش بنسب كبيره بس اكتر برضه دوكيومنتد. طيب، واحد لكل 5000، واحد لكل 6000، واحد لكل 10000. حلو، احفظها، واحد لكل 10000 الاتريزيا، يعني رير. عشان كده ده درس مش مهم. يعني في عرف الطلبه انا لما اجيب لك ديزيز بيحصل في واحد كل 10000 يبقى انا بستهبل عليك، يعني انت طالب برضه في الاول وفي الاخر. ما علينا، اشهر انومالي بتحصل حاجتين مع بعض. فوق الابر بارت بتاع الاسوفجس يبقى بلايند، يعني اتريزيا في الابر هاف بتاع الاسوفجس، واللور هاف بتاع الاسوفجس فيستو لما بين الاسوفجس والتراكية. ارسمها معايا كده، انت هترسم التو تيوبز، الاسوفجس قدام والتراكية وراه. التراكية هترسمها نورمال عادي ومكملة لانج، بس في اللور سيرد بتاع التراكية خد وصلة من التراكية للاسوفجس. كده عملنا مين؟ الفيستولا. في الابر هاف بتاع الاسوفجس هات استيكا وامسح واقفل دي واقفل دي، خليه بلايند باوتش. يعني الانبوبه بتاعه الاسوفجس في النص اللي فوق هات استيكا امسح واقفل الانبوبتين بلايند باوتش. هو ده بالظبط اللي بيحصل في 90% من العيال اللي عندهم كونجينيتال انوماليز في الاسوفجس. النص اللي فوق بلايند يعني ماوس مسدود الاسوفجس بعده، والنص اللي تحت
فيستولا. ايه مشكلة الواد ده؟ الحمد لله ان ده 90%، ان ده ارحمهم. الفيستولا اللي تحت الهواء بتاع التراكية هيروح في السمك، وبالتالي العيل ده لو خدت له اكسرية هتلاقي المعدة منفوخة هواء. حلو. الاتش سي ال بتاع السمك هيطلع في الاسوفجاس في النص اللي تحت اللي مكفول ده، ويعدي من الفيستولا على التراكية ويعمل اسبيريشن نيمونيا في اللنج. بس ده اتش سي ال نقي، اتش سي ال كلين، مفيش ولا نقطة لبن جت عليه، مفيش رضاعة، لان الاسوفجاس فوق فيه ايه؟ اتريزيا. يبقى اول حاجة، اول مشكلتين من الفيستولا، الاستومك مليانة هواء واللانج وحشة نيمونيا. طيب الاتريزيا فوق عملت ايه؟ عملت المشكلة الاكبر، مفيش رضاعة، كل ما هترضعه هيشنك، هيرجع من بقه كمية اللبن، ما مسدود الاسوفجاس. الام ايه في ايه؟ عمل الواد ده ماله، كل ما رضعه يرجع. عشان كده فاكرين الكاستر تيست، انا وبشرح الانوريكتال انوماليز والامبيرفوريت انس قلت لك سهله، قسطره بلاستيك معفنه دخلها من فتحه الشرج لحد ما تجيب ميكونيوم عشان تتاكد ان ما فيش انوريكتال انوماليز، ودخلها من الماوس لحد ما تحطها في الاستومك وتجيب لك اتش سي ال عشان تتاكد ان ما فيش اسوفجيال انوماليز، وتتحل الموضوع. يا اما تشخصها قبل ما العيل حد يلمسه، اول ما يتولد على طول، اول ما يتحط على ترابيزه. ده عندنا احنا في مصر، في امريكا الحاجات دي بتتشخص انترايوتراين بولي هيدرامنياس، وبتتعمل العمليات بتاعتها انترايوتراين. انا بكلمك على مصر، انا لو قعدت اشرح طب على الوضع اللي بيحصل في امريكا واوروبا مش يعني الموضوع صعب. الحاجات دي بتتشخص انترايوتراين يا جماعه، والمانجمنت بتاعها انترايوتراين، بيخلوا العيل يتولد فله. طيب ماشي، شخصناها ايرلي اول ما اتولد العيل، جينا نركب الاسطره لقينا الرايل شغاله تلف، خدنا اكس راي لقينا الرايل في البلايند باوتش بتاع الاسوفجاس فوق شغاله تلف، او حقنا صبغه منها باريوم او جاستروجرافين لقينا البلايند باوتش بتاع الاسوفجاس فوق اللي هو الاسوفجيال اتريزيا، وعملنا اكس راي عادي لقينا الاستومك مليانه هواء، وسمعنا اللانج لقينا عليها ويزز وكريبيتيشن واللانج وحشه. تعامل يا باشا، صلح. هتعمل ايه للواد ده؟ ما خلاص، مش انا شخصته بدري قبل ما يرضع ولا نقطة لبن، هو لسه طالع من الرحم، حلو قوي، ده زي العسل، فلة. اطلع بيه على الحضانة على طول، طلعت بيه على الحضانة، سيرفي على الفاكتريل، شوف قبل ما ابدأ اي حاجة، فاكتريل 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 فاكتريل، كل ما اجيب سيرة كونجينيتال انوماليس اقول لك فاكتريل، الفيرتبرال كولم انوماليس، انوريكتال انوماليس، سي كاردياك انوماليس، تي تراكيا والاسوفيجاس، اي التي والاي تراكيا والاسوفجاس، ال لمب انوماليز. عملت اكسكلوجن للفاكتريل والكونجينيتال انوماليز بتاعت الهارت والمصايب، مفيش غير دي الحمد لله. شخصتها بالاكس راي او حجنت شويه صبغه جاستروجرافين وشفت البلايند باوتش وشفت الفيستولا وشخصته زي الفل، فل خش على العمليه على طول. هو الواد لسه فيرجن، قبل ما النيمونيا تزيد وقبل ما الديتيريوريشن يزيد. اعمل ايه؟ ولا حاجه، تو ستيبس، خش على الفيستولا اللي تحت ما بين التراكيه والاسوفجاس واقفلها، اقفل التراكيه واقفل الاسوفجاس، خلاص فصلنا ده عن ده، شيل ده من ده، ارتاح ده عن ده. طيب تعالى بقى لفوق، احنا قلنا هتمسح بالاستيكا وتقفل هنا وتقفل هنا، وصلهم ببعض، نعمل ريكاناليزيشن، ركب رايل ستنت لحد ما تنزل الاستومك وخيط عليها الاسوفجاس، بس هي العمليه كده. زي الفل. ومن بعد العمليه بساعه يرضع الواد اللبن بتاع امه، تشفطه وتحقنه له في الرايل، هيمشي جوه البلاستيكه بتاعه الرايل، يعني مش هيلمس الاسوفجاس نفسه، مش هيلمس الغرز، يعني الواد هيرضع من بعد العمليه بساعه، هتتحسن الجنرال كونديشن بتاعته والنيمونيا هتخف، مفيش اتش سي ال هيروح تاني على اللنج، فله. طب الاوت كم باد، مش ما نضحكش على بعض، انومالي غلسه والشغل كله في الشيست يا جماعه، الكلام اللي انا بقوله كله في السيرفايكال اسوفجاس وفي الثوراسيك اسوفجاس يا جماعه، العمليه كلها شيست. بفتح سوراكوتومي على الناحيه اليمين، رايت سوراكوتومي، وبعمل حاجه اسمها هايبو فنتيليشن في اللانج، لان الاسوفجاس ما بين التو لانجز والتراكيه ما بين التو لانجز، فالتو لانجز مع كل نفس كاتمين عليك، هتحاول تخلي دكتور التخدير يفسي اللانجز من الهواء. يا لهوي يا دكتور، يعني هم اللانجز فيهم نيمونيا، وانت اثناء العمليه هتعمل ديبريفيشن للعيان من الاو 2، هتخلي اللانجز ما تشتغلش، دي ريسكي، ممكن يموت. ممكن هعمل ايه يعني؟ انا اللي جبت له الفيستولا ولا انا اللي عملت له الاتريزيا؟ هنصيبه كده. عشان كده العمليه حلوه وكل حاجه، بس المورتاليتي ريت عاليه 70-80% يا جماعه. طيب دخلت وشخصت، فصلت الفيستولا، فصلت التراكيه من الاسوفجاس، جيت ابص على الاسوفجاس فوق بقى
عايز اعمل الريكانلايزيشن لقيت المسافه كبيره اكتر من 3 سنتي، شغاله شد وسلك وسلك من تحت وسلك من فوق مش راضين يجوا على بعض، مصيبه. ابو بعدين خلاص اوسوفيجوستومي، فاكرين لما كنت بشرح الاستوما وابتديت قلت لكم ايه الانديكيشنز اوف اوسوفيجوستومي؟ اهو البلايند باوتش اللي فوق ده اروح شاده على السكين في الرقبه على الناحيه اليمين بعيد عن السوراسك داكت واطلعه. طب ايه فايدته ما تسيبه بلايند؟ التريل السلايفا هاي تتحوش فيه، تتحوش وبعدين تروح رايحه على التراكيه اسبيريشن للسلايفا، وبالتالي الحل فيه ايه؟ افتحه البلايند باوتش ده افتحه على السكين. طيب امال ياكل ويشرب ازاي؟ خلاص تعال عند الاستومك وهات الاستومك شدها على الانتيرور ابدومينال وول وافتحها على الانتيرور ابدومينال وول جاستروستوم وتحقن اللبن من الفتحه دي لحد قانون 10 الكبير، لحد ما الواد يبقى سنه 10 شهور، 10 شهور و10 كيلو جرام وزنه صحته زي الفل، اجيب له جرافت انبوبه بديله، يا اما جرافت من السمول انتستين اشيل حته سمول انتستين بالميزنتري بتاعها واعمل بيها الوصله في المسافه، يا اما اجيب حته كولون بالميزنتري بتاعه كولون باي باس جرافت او سمول انتستين باي باس جرافت. دي عمليات الاسوفجيال اتريزيا مع التراكيو اسوفجيال فيستولا، وده الموست كومون تايب مكتوب في بيلي بنسبه 90%، يعني في 10% انوماليز تاني. اه لو عايز تحفظهم كاسم احفظهم، لكن كعمليات ليهم اسالكم بالله ما تدخلوش نفسكم في مشاكل. طيب قولهم 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 يا دكتور خلاص كاسامي يا اخي مش هنخسر حاجه. 90% 9% من الانوماليز التانيين، يعني 99 اهم فوق مسدود وتحت مسدود، يعني ده اخف واحلى من الفيستولا من الاولانيه، يعني الاسوفجاس بس في النص التراكيه سليمه وما فيش فيستولا ما بينها ما بين الاسوفجاس، يعني الشيست حلو الشيست زي الفل، وكل اللي عملته ان انت جيت مسحت بالاستيكه وقفلت التو اندز، يعني اسوفجيال اتريزيا بس اه بس يا لا دي زي الفل يا دكتور، دي احلى من اللي قبليها. اه احلى منها ماشي بس اقل في الانسيدنس عشان كده ما. طب عمليتها لساني بياكلني اقول عليها، يعني عادي هي هي العمليه الاولانيه، يعني ما بس هوصلهم الجاب قصيره هوصلهم على طول الجاب كبيره اسوفيجوستومي وجاستروستومي، وبعد بعد 10 شهور اعملها. دول 99%. طب وال1% الثاني خد عندك الهبل بقى اعكس، احنا كنا بنقول في الاشهر سبب 90% اتريزيا فوق وفيستولا تحت، لا خليها اتريزيا تحت وفيستولا فوق او فيستولا فوق وتحت، مش انت قلت اتريزيا فوق وتحت اللي هو رقم 2 اللي هو 9%، فيستولا فوق وتحت يعني الاسوفجس فاتح على الاسوفجس على التراكيه فوق وعامل وصله على التراكيه تحت وبيت انت هو زي الفل ما فيهوش اتريزيا بس واصل بالتراكيه فوق وتحت، عمليه ايه دي؟ هفصل الاثنين وخلاص زي الفل. طيب امال الزفت بقى اللي هي فوق فيستولا وتحت اتريزيا، العمليه بتاعتها كومبليكيتد مش عليكم دلوقتي. طيب خلاص المشاكل بتاعتها بتاعت كل المشاكل دي الاسبيريشن نيمونيا والسلايفا واللبن اللي هترضع الام بالغلط هيعدي من البلايند باوتش فوق ويعدي على التراكيه، ازيك يا دكتور عبير ويلكم بيك، ويعمل اسبيريشن نيمونيا هي مش فيتال قوي زي بتاعت الكبار، يعني الكلينيكال بيكتشر بتبان انتي نيتال بالبولي هايدرامنياس، لكن لو مفيش دكاتره ومفيش طب انترا يوتراين ومفيش دكاتره نساء محترمين وال4 دي وال5 دي والاكس دي والال دي والتلفزيونات والحاجات الحلوه اللي بيعملوها بتوع النساء ما شخصتش، شخصه بالكاسيتر تيست اول ما يتولد، حط القسطره في بقه وحط القسطره في فتحه الشرج، ما شخصتوش وبتاع الاطفال اللي ولد وبتاع النساء اللي ولد ما عملوش حاجه، العيل ده هيموت اول ما هيرضع امه هتقول لك بيرجع، ويوم والتاني نيمونيا ومات، ده لو ما كانش اوريدي مع اذر كونجينيتال انوماليز مات من باقي الكونجينيتال انوماليز يعني. وبالتالي البريزنتيشن اسبيريشن وفوميتنج ونيمونيا وريسبيراتوري ديستريس ده لو ما راحش الدكاتره يعني وما حدش شخص حاجه، والكوز اوف ديث الفاكتوريال وبعديها يجي النيمونيا. طيب الانفستيجيشنز خلاص قلناها اهو، يا اما انترا يوتراين بالبولي هيدرامنيس، يا اما بعد ما بيتولد بالكاسيتر تيست، يا اما فشل كل ده باريوم او جاستروجرافين احقنها هلاقي البلايند باوتش بتاع الاسوفجاس
واعمل اكس راي الاقي المعده مليانه بالاتش سي ال، والاقي اللانج وحشه فيها نيمونيا بسبب الاتش سي ال، المعده مليانه بالهواء قصدي من التراكيه، واللانج هلاقيها وحشه فيها باتشز اوف نيمونيا بسبب الاتش سي ال اللي راح عليها. والعمليات اللي قلت لكم اهو العمليه بتاعته. طيب دي قصه الكونجينيتال انوماليز، اعتقد كفايه كده، ولو في نصيب ان شاء الله اخر الليل نطحن الاسوفجيال موتيليتي ديس اوردرز، يبقى فاضل لنا كانسر اسوفجس وخلاص. على فكره الكانسر اسوفجس مش هشرح فيه كتير، يعني هو مش كومون وما بنشوفوش كتير وما عندناش اسوفجيال سيرجري اصلا هنا، والدنيا زي الزفت والحالات بتاعته بتموت كلها وما حدش بيشخصه، هناخد فيه ربع ساعه بس، يعني ما تفتكروش ان هو موضوع كبير يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.